مساء النور والبركة. بناء على ملاحظات ومعطيات ووقائع على مدى العشرة أيام الأولى من وقوع الزلزال، فقد ظهرت مشاهدينا مؤشرات تحمل بعدا سلبيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، سواء من حيث تجاهل المعاناة السورية وعدم الاكتراث بالوقائع والواقع المؤلم للضحايا وأعدادهم، أو حتى من حيث ركوب موجة الإنسانية والتباكي لتحقيق أهداف سياسية، وصولا للتناقض الغريب بين التصريحات المتعلقة والمنمقة من قبل المنظمات الدولية وبعض الدول وبين سلوكياتها المشكوك ربما فيها. على أي حال، الشعب السوري اليوم فاجأ ربما العالم بطريقته وأسلوبه مع تعاطيه مع الجراح التي بدأت فزعته من اللحظة الأولى لهذا الزلزال، من فزعة دمشق إلى ريف دمشق إلى حوران إلى درعا بشكل عام إلى دير الزور والرقة وكل المحافظات السورية التي يعني كان فيها مجتمع أهلي، كان فيها مبادرات فردية رائعة. ليس ما يثلج الصدر هو ما تحويه هذه المبادرات، بقدر ما يثلج الصدر هو هذا الوقوف والهبة الشعبية التي وقفت مع الأخوة في المحافظات التي تضررت جراء هذا الزلزال. هذه الوقفة التي أقل ما نقول فيها بأنها أيقظت ربما الإنسان أو رأى العالم الإنسان الموجود داخل السوري. الحضارة السورية لم تكن يوما بعيدة عن الواقع، الحضارة السورية بقيت واقفة حتى هذه اللحظة. 12 سنة من الحرب، من القتل، من محاولات تجيش الطائفية، من محاولات تدخيل الإرهاب، تغيير المفهوم الإسلامي وما إلى ذلك، وكل أنواع الثقافات دخلت إلى سوريا لتشويه حقيقة السوري. ولكن السوري اليوم أثبت بأنه ما زال حتى هذه اللحظة حضارة الآلاف من السنين موجودة بداخله بجيناته، ربما ما زال حتى هذه اللحظة يقف كأرقى إنسان موجود على وجه البصيرة بهذه الوقفة الرائعة التي رأيناها من قبل السوريين قبل أن نراها من قبل الأشقاء والأصدقاء. وطبعا الجميع مشكور على كل أنواع المبادرات مهما كانت، حتى ولو بكلمة، حتى ولو بقلم ربما. كل هذه المبادرات كانت رائعة للوقوف ربما مع الحزن السوري، مع الوحدة السورية التي رأيناها، وهذا الألم الكبير الذي يعتري كل من تضرر من هذا الزلزال وكل من وقف إلى جانب من تضرر من هذا الزلزال. أناس كثيرين ربما مكلومين اليوم يشعرون بالحزن. هذا الإحساس بين الناس هو أروع ما يمكن أن يوصف. اسمحوا لي مشاهدينا للوقوف على كل حيثيات ما يجري في سوريا، سواء متعلق سياسيا أو حتى إغاثيا. أن يكون ضيفي في الاستوديو للحديث عنه الدكتور سمير أبو صالح، وحضرتك إعلامي وباحث في الشأن السياسي. أهلا ومرحبا بك. أهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك. يعني في الحقيقة أود أن تبدأ من ما تفضلت به قبل قليل أنا، وتحدث عن الشعب السوري والمجتمع الأهلي السوري كيف وقف مع بعضه بتعاضد يعني لا مثيل له، رغم كنا نتوقع أن هذا الشعب غير قادر على الوقوف إلى جانب بعضه، ولكن كانت مفاجأة كبيرة بهذه الهبة الشعبية. ما رأيك بذلك؟ أولا نترحم على أرواح يعني ضحايا هذا الزلزال العنيف حقيقة، وأتمنى الشفاء العاجل لما خلف هذا الزلزال من آلام وضحايا أيضا، وإن كانوا ما زالوا على قيد الحياة. والمقدمة الجميلة حقيقة التي تفضلت بها استهلالية لهذا البرنامج تحفزني على التحدث قليلا. لماذا نحن شعب حضاري؟ لماذا سوريا هي أم الحضارات حقيقة؟ من المعروف تماما، وهذا يعني ليس
لي هذا الكلام، بل للمؤرخين والفلاسفة والمؤرخين الحقيقيين الذين أرخوا لمقدمات حضارية على مستوى العالم كما تفضلت على وجه البسيطة. هذا الكلام دقيق وصحيح. منذ أن وجد هذا الإنسان على وجه البسيطة وجد في 3 تجمعات سكانية عرفت عبر التاريخ أنها أصل الشعوب العالمية. أحد هذه التجمعات الذي سمي علميا بكلمة ياكوم، وكلمة ياكوم تعني التجمع البشري الأول الذي عرفته الإنسانية، فكانت سوريا هي أحد 3 تجمعات. الأول هو سوريا بما طبعا يحيط بها، ثانيا كان في وادي الفراعنة في مصر، والثالث كان في البيرو في أمريكا اللاتينية. ولكن ما ميز الياكوم السوري، دعيني أسميه هنا كما جاء علميا، هو الذي استقر في أرضه في بيته في حضارته ولم ينتقل إلى أماكن أخرى إلا بقصد تحضير الآخرين. في مثلا وادي الفراعنة انتقلت هجرات كثيرة نتائج لأسباب كثيرة. في البيرو أيضا انتشر اليكوم في البيرو إلى محيط أمريكا اللاتينية ككل، بينما السوري بقي في أرضه في مكانه في جغرافيته، وكان عدده كبير وكبير جدا إلى درجة أن يقال حوالي 400 مليون في تلك الفترة. ولكنه كل هذا العدد ربما انتقل قسم منه في ملاحق في 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 حضارات لاحقة، ولكن الحضارة السورية بقيت مستوطنة في جغرافيتها في بلاد الرافدين، وانتقلت إلى الساحل السوري في شرقي المتوسط، وانتقلت أيضا جنوبا وشمالا وشرقا. هذا يعني كما تفضلت كلام دقيق وصحيح أن هذه الحضارة وهي المكتسب الإنساني الأخلاقي القيمي لهذه المجموعة السكانية. بناء عليه يمكن القول نعم، ما الذي ميز في ظل هذا الزلزال العنيف أن كل مواطنين هذا اليكوم، دعيني أقول من العراق الشقيق إلى الأردن الشقيق إلى أيضا يعني الحواف لمنطقة الانتشار، جميعهم شاركوا في تقديم المساعدات وتنادوا لإنقاذ الأخ الآخر، وأي آخر هو أخ لطالما هو في هذه المنطقة. وهذا فعلا يسجل، وأظن أن علماء الانتروبولوجيا سوف يركزون كثيرا على هذا الموروث لهذا السوري بسبب نتائج هذا الزلزال والتنادي السريع حقيقة والإقدام الهائل من قبل السوريين على تقديم المساعدة. وأنا هنا عندما أقول السوريين ليسوا سوريا الدولة فحسب، الأردن سوري، فلسطين سوري، العراق سوري، لبنان سوري، أنا أتحدث هنا في الجغرافيا وليس في موضوع آخر. وعليه قبل تقسيمات سايكس بيكو تماما بألاف السنين. ولذلك هنا يعني لا نكتشف شيئا جديدا إن أكدنا هذه الحقيقة ودعونا حقيقة للبناء عليها، سيما وأن التجربة الأخيرة قبل 10 أيام منذ اليوم حقيقة تفيد وتثبت كل ما قيل في هذا الشأن. أيضا أريد أن أسألك عن نقطة مهمة متعلقة بالسوريين الموجودين في الشمال السوري وتحديدا في إدلب وفي المناطق المسيطر عليها من قبل تركيا والتنظيمات الإرهابية. يعني يتهمون الدولة السورية بأنها لم تقدم المساعدة إلى تلك المناطق، ومعروف بأن الدولة السورية فتحت كل المنافذ حتى يتم إيصال المساعدات. الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دائما يكون لديها ألفاظ يعني مراوغة إن صح التعبير، قالت أن الطرف الآخر هو لم يرضى بإدخال هذه المساعدات. من هو الطرف الآخر الذي لم يرضى؟ يعني خصوصا بأنه رأينا أصوات أيضا من ما تسمي نفسها أصوات معارضة على سواء على قنوات الجزيرة والعربية وما إلى ذلك من تلك القنوات التي شاركت على مدى 12 بسفك الدم السوري. للأسف هناك بعض المعارضين الذين يقولون بأنه يعني النظام السوري حتى هذه اللحظة يشارك حتى في الزلزال بقتل هؤلاء.
أين الحقيقة في هذه النقطة؟ وخصوصاً أن رأينا كل المنظمات الدولية التي أتت إلى سوريا، قلنا لهم أو قالت الدولة السورية لهم بأنه الآن في هذه اللحظة نوصل المساعدات، وذهبت قافلة مساعدات ولم يسمحوا لها بالدخول. لماذا حتى المنظمات الدولية تراوغ في هذه النقطة؟ أولاً يعني لابد من الإشارة أنه حتى في علم النفس دائماً يقال أن الحقيقة لا تأتي إلا بالممارسة، وعليه يمكن القول هنا وسؤالك مبرر وصحيح، أين هي الحقيقة لطالما أن هناك من يدعي غيرها؟ غيرها إذن هو لا يتحدث في الواقع، وبالتالي هو يبتعد عن الحقيقة. والسوري الذي يغيث أهل اللاذقية وحماة وحلب، يعني هل يعجز عليه أن يغيث أهله في إدلب أيضا؟ يعني ما نحن سوريين بالمطلق جميعنا. هنا لابد من الإشارة حقيقة إلى أن المجتمع الدولي في بعده القانوني، بمعنى المنظمات الدولية حقيقة مارست تصرفات لا يليق ولا تليق بها على الإطلاق عندما ادعت ادعاءات معينة وركب موجتها هؤلاء المنافقون المسمون بالمعارضة. هم نسوا وتناسوا بشكل مقصود حقيقة أن يسلطوا الضوء على موقف الدولة السورية منذ الساعات الأولى لهذا الزلزال. فيما بعد، بعد أن استمعنا إلى صرخات مصطنعة وأقوال مفبركة وغير صحيحة من المنظمات الدولية، كان لابد من المواجهة إعلاميا صحيح، ولكن ما قبل الإعلام في السياسة. في السياسة أصدر السيد الرئيس بقدره وجلاله كلاما واضحا وصريحا وصادقا ولا يعني يتقبل أي شبهة، بأن كل الأرض السورية هي مسؤولية السوريين، وأن المساعدات التي تجمع أو تقدم يجب أن تقدم لكل السوريين، وهو قصد بذلك بشكل واضح وصريح أيضا تلك المجموعات المنضوية قسرا أم طواعية تحت نير الإرهاب أو الاحتلالين الأمريكي والتركي أيضا. وبالتالي طورت المنظمة الدولية أو الجهات الدولية التي عمليا هي جزء لا يتجزأ من السياسات الأمريكية والأطلسية مفهوم آخر للالتفاف على كلام السيد الرئيس وما أمر به في هذا الموضوع، وبدأوا يتحدثون ويتشدقون عن ضرورة فتح المعابر، وكأنهم يريدون القول أن هناك جهة، هذا هو الطرف الآخر، تريد إغلاق هذه المعابر أو أنها لا تسمح بافتتاح المعابر. فجاء أيضا قرار السيد الرئيس وكلام أيضا وزارة الخارجية بشكل ببيان واضح جدا أن كل المعابر مفتوحة أمام أي مساعدات للمنطقة المحتلة من قبل الإرهاب أو الاحتلالين التركي والأمريكي. أصلا على مدى سنين وسوريا فاتحة يعني معابر من أجل من يريد العودة وفقا للعفو الذي تم من قبل الرئيس الأسد، ولمرات عديدة لمن يريد أن يدخل ويسوي وضعه، فكانت الأمور أساسا مفتوحة. صحيح. يعني صحيح. للناس هناك، فكيف بواقع وزلزال وكارثة بشرية؟ فقط أريد استعراض هذه الآلية حقيقة لأنه بها يعني تكمن الحقيقة. نعم. عندما فهم أن هناك التباسا معين في الموقف الرسمي الدولي إزاء هذا التصريح، وتنادى وسارعت الدبلوماسية السورية إلى توضيح الحالة كما هي، طرأ تغيير جديد التفافي أيضا عندما قررت الولايات المتحدة الأمريكية فيما سمي بالرخصة رقم 23 السماح لبعض يعني الاستثناءات كما ادعوا من قانون قيصر، وإذ بها هذه الاستثناءات لا يمكن اعتبارها باستثناءات، بل على العكس تماما هي نوع من التشديد على عقوبات قيصر ضد الدولة السورية. أيضا أخفقوا مرة أخرى عندما أتى مبعوثين اثنين إلى الدولة السورية، وكان لقاء مع السيد الرئيس، وكان لقاء أيضا مع السيد وزير الخارجية، وكان واضحا تصريحهما في هذا الموضوع أن كل المعابر مفتوحة أمام أي مساعدات، لا بل أضافوا على ذلك القول أن
من الداخل السوري هناك مساعدات عليها، ويجب أن تصل إلى المواطنين السوريين في تلك المناطق. صحيح. هنا حقيقة يعني حشر المسعى الأمريكي الأوروبي في هذا الموضوع، وسواه للأسف الشديد أقول بعض العرب، وكان لابد حقيقة من التوضيح بشكل أيضا لا يقبل اللبس عندما أصدرت الدولة السورية تعليمات إلى القوافل وإلى كل الذين ساعدوا، سواء كانت قوافل داخلية أي من جمع السوريين أنفسهم، أم تلك التي تأتي من الخارج كمساعدات، بأن يعملوا حساب بصراحة لهؤلاء المتواجدين في المنطقة التي يحتلها الإرهاب ودول معتدية. هنا دفعوا بالجولاني لتصريح صغير حقيقة يقول فيه أن هناك معبر، أحد المعابر لا أذكر اسمه الآن، يعروبية أعتقد، مفتوح الآن، بمعنى نحن لا نسمح بمرور أي مساعدات لا من الداخل السوري ولا من الخارج إلا من معبر واحد. والجولاني هذا باسم من يتكلم؟ يتكلم باسم من يحميه، ومن يحميه؟ الولايات المتحدة الأمريكية، الأطلسيين والتركي حتى هذه اللحظة. هنا كان حقيقة لحظة الحشر الحقيقي لكل مخططهم الذي أفشلته حقيقة القيادة السورية باقتدار وبهدوء وبممارسة سياسية وفقا للقانون الدولي أيضا، بمعنى لم يعني نعتمد موقفا غير مبرر سياسيا ودوليا. وعليه حقيقة بانت الحقيقة لكل من يريد أن يعرفها، وهو أن الدولة السورية هي المسؤولة عن كل رعاياها على كل جغرافيتها، وبضمن ذلك المناطق المحتلة والمناطق المسيطر عليها من قبل الإرهاب. طيب في نقطة أيضا، ما زاد الطين بلة من تسمي نفسها الخوذ البيضاء، والتي معروف بأن بريطانيا هي من تدعم هؤلاء العملاء. للأسف رأينا يعني الكثير ممن يشيرون عمل هذه المجموعة على أساس بعمليات الإنقاذ. طب هذه المجموعة التي تسمي نفسها الخوذ البيضاء، التي تدعي بأنها تساعد السوريين في المناطق المسيطر عليها من قبل الإرهابيين وجبهة النصرة، أساسا هم جبهة نصرة يعني، هذه المجموعة تغطي بالصور 10% مما تقوم به على أساس من محاولات إنقاذ الضحايا، سواء عايشين أو متوفين تحت الأنقاض، و90% هي عملها الأساسي عمالة بالأساس للقوى الغربية وتحديدا لبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. إلى أي حد يعني إلى اليوم هناك عقول ما زالت تصدق بأن هذه المجموعات، يعني أسفي وحزني الآن هو على الضحايا الحقيقيين الموجودين في تلك المناطق، يعني هناك ناس بالأساس كانت مأخوذة ومرهونة لهؤلاء، واليوم أصبح يعني الموضوع عشرات الأضعاف مضاعف مأساة لهم. كيف يمكن أن يكون الحل، وكيف يمكن أن نوضح حقيقة فعلا من يسمون أنفسهم العملاء الذين هم الخوذ البيضاء؟ فقط لنستعرض قليلا نشأة هذه العصابة وعملها في الجغرافيا السورية. هي نشأت في ظل الأزمة السورية أي الحرب الكونية، وكانت يعني كانت منتجاتها وأهداف وجودها حقيقة فبركت مسرحيات في الجغرافيا السورية، ومن ثم تدعي بأنها تدخلت وأنقذت من سموا بالضحايا. وكان هناك الاتهام في الكيمياوي، وكان هناك أيضا في مجازر معينة كان هناك اتهامات، ولكن الصور التي التقطت والمعلومات التي توفرت أكدت أن الخوذ البيضاء هي من أعد كل هذه المسرحيات، وهو من فبركها، وأيضا حاول أن يعني يوحي بأنه هو المنقذ لضحايا هذه الفبركات. عندما تبين أنها مجرد عمل تمثيلي هوليودي بامتياز، انكفأت الخوذ البيضاء بقرار بريطاني، وإحدى الدول العربية أيضا استوعبوا هؤلاء ودخلوا إلى
داخل الأرض المحتلة إلى إسرائيل عن طريق الجنوب السوري وهربوا باتجاه الدول التي رعتهم. وهناك تواريخ وهناك أسماء وهناك دقائق الأمور معروفة في هذا الموضوع، ولكي ينسى المتلقي هذه الحقائق التي كشفت بشكل لا يقبل الالتباس أو اللبس، تم تجميد عمل هؤلاء ولو لأشهر معينة لتكليفهم في دور جديد. الدور الجديد الذي كان مقررا حقيقة هو أن يعيدوا مسرحية الكيميائي، ونبهت القوات الروسية بناء على معلومات كما تذكرين ويذكر الجمهور الكريم، أقصد أنا القوات الروسية المتواجدة في الأرض السورية كحلفاء لنا، نبهوا ب وقائع حقيقية ودقيقة عن هؤلاء أنهم عادوا وسينفذون مسرحية في هذه المنطقة أو تلك المنطقة، أيضا انكفأوا مرة أخرى. الآن في هذا الزلزال وجدت القوات البريطانية وأيضا الأمريكية والإسرائيلية الفرصة لإعادة استثمار بهؤلاء واستثمار هؤلاء للإدعاء الذي تفضلت بشأنه من أنهم ينقذون المصابين في نتيجة لهذا الزلزال وهم موجودون في الجغرافيا وإلى ما هنالك. أنا سأكشف الآن، ربما سبق في هذا الموضوع، أن أحد هؤلاء يبدو من رؤية الدماء ويعني رأى ما رأى بعينيه، حاول الانسحاب، قتل في مكانه من قبل زملائه. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن لا بد للضمير من أن يحيا مهما تكن الجهة خالية الضمير أثناء التنفيذ. وهذا يعني أيضا أن هؤلاء ما زالوا على عملهم، ما زالوا مكلفين في نفس المهام وإن اختلفت مصدر المسرح. مصدر المسرح الآن هو الزلزال، ولكن المسارح التي عملوا عليها طيلة السنوات الأزمة في سوريا كانت من خلقهم هم، من تجربتهم هم، من تكليفهم هم، وللأسف وبحمد وفضل من الله أنهم فشلوا في كل ما أرادوا. ولكن المؤسف تماما، وأضيف أسفي إلى ما تأسفت علي حضرتك، أن بعض من يسمي نفسه بالمعارضة ثم يضيف الوطنية، أية وطنية هذه وأنت تتبنى أيها الصغير تتبنى موقفا ضد شعبك، ضد نفسك، ضد أخوتك، ضد بلدك، ضد وطنك؟ ماذا يمكن أن يقال عن هؤلاء؟ أليسوا أيضا خود سوداء وليسوا بيضاء؟ يعني أنا على تحدي اليوم إن سمح للقافلات السورية بالدخول إلى تلك المناطق التي يدعون بأنهم ينقذون أهالي إدلب منها، ودخول أيضا الكاميرات والإعلام السوري إلى هناك سيتكشف حقائق يعني نذهل لها. وكان هذا يعني ليس بغريب عن هذه المجاميع، خصوصا عندما تم تحرير سواء الغوطة، تحرير درعا، تحرير كثير من المناطق السورية، تكشفت حقائق كانت مرعبة من قبل يعني استحواذ هؤلاء على تلك المناطق. واليوم أيضا أهلنا في إدلب بكل تأكيد هم يستغيثون، وهؤلاء إن كانوا يصورون 10% مما يقومون به، ف90% هم يساهمون أكثر ربما بقتل هؤلاء. وإن كان هناك من سينجو فلن يكون هناك من سينقذه للأسف. لذلك قلوبنا مع الناس الموجودة في تلك المناطق. فقط لننظر إلى 10%، من هو المصدر الذي صور و بعت بريبورتاج أو إلى آخره عن هذا العمل؟ هي وسائل إعلام بالأساس معادية، ويعني هي مصنفة في الطرف الآخر، لا غير مصنفة وطنيا أم شعبيا أو جماهيريا على المستوى السوري. وهنا أتحدى حقيقة، أقول لتكن أي وسيلة إعلام مستقلة لتجري مقابلات مع الضحايا في تلك المنطقة، مع المواطنين السوريين في تلك المنطقة، هم سيتكلمون ويقولون الحقيقة بأن هؤلاء ما أتوا إلا لاستغلال الدماء وللرقص على دماء الضحايا. نعم، اسمح لي أيضا أن نشرك معنا أحد المتضررين، ليس الآن، لم يعد
لم يجهز الاتصال بعد. طيب دكتور سمير، إذا ما أردنا الحديث أيضا عن يعني فلسطين المحاصرة مثلها مثل سوريا محاصرة من قبل الإسرائيلي ومن قبل حتى المجتمع الدولي، عدو الفلسطينيين وعدو السوريين واحد، الكيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية. اليوم الفلسطينيون يجمعون تبرعات أيضا من بعضهم، وهناك من يقدم مصاغ ذهبي من نسائهم. يعني أليست المقاومة والجغرافيا التي تجمعنا مع أهلنا في فلسطين وحدها، والمحبة المتبادلة ما بين الشعب السوري والشعب الفلسطيني، اليوم هم على قلب واحد. يعني لفتني ودغدغ كثير بداخلي هذه المبادرة الفلسطينية التي يقومون بها، وهم أيضا يعني مثلهم مثل الشعب السوري محاصرون ويعني يجوعون في كثير من الأحيان. لذلك عندما تحدثت عن ثلاث مناطق للانتشار البشري وتأكدت أن السوري هو ليس فقط السوري الشامي بمعنى كل هذا المحيط، إخوتنا في فلسطين هم سوريون أصلا أيضا، جينات ووجود وجود سوري، والأهل في فلسطين، فلسطين 48 كما هم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، هم جزء لا يتجزأ من هذا النسيج السوري. نعم مشكورين كانت لديهم ومنهم حقيقة مبادرة إنسانية أخلاقية انتمائية بامتياز إلى الشعب والدولة السورية، عندما هبوا بشكل أنهم شكلوا مجموعات لحملات تبرع في كل الأقضية الفلسطينية، فلسطين 48 وكذلك فلسطين الضفة الغربية وقطاع غزة، وأيضا كان معهم في الميدان الأهل السوريين في الجولان العربي السوري المحتل، الذين أيضا قاموا بجمع مبالغ وازنة كما يقال، وأرسلت إلى الدولة السورية إلى اللجنة العليا للتبرعات والمساعدات. فيما يتعلق بالأهل والإخوة الفلسطينيين حقيقة ليس بغريب عليهم، هم يعني يردون بعض الجميل لقسامنا العظيم الذي ترأس ثورة في فلسطين من أجل تحرير فلسطين، وهم أيضا ربما يردون جميلا بسيطا لشهداء سوريين قاتلوا إلى جنبهم في فلسطين المحتلة في جنين ومخيمها، وهناك مقبرة كبيرة في أول جنين لدى المخيم للشهداء السوريين والعراقيين. وبالتالي عندما أقدمت حقيقة مشكورة السلطة الفلسطينية بإرسال وفد إلى سوريا وفريق إغاثي منذ 8 أيام كان يعمل يعني ربما اليوم أو غدا ينهي أعماله في سوريا كفريق بكل تأكيد، فذلك حقيقة إضافة للفريق اللوجستي الذي قدم مع الوفد الرسمي الذي يمثل السلطة الفلسطينية والأهل بشكل عام، تواجدوا إلى جانب أشقائهم السوريين والعراقيين واللبنانيين والأردنيين وسواهم في عمليات الإنقاذ، إضافة إلى الأموال والعتاد الذي تقدموا به. السفارة الفلسطينية في دمشق الدكتور سمير الرفاعي مشكورا أيضا كان له دور مميز في الوجود في الميادين حقيقة في ميادين العمل، إضافة إلى طاقم السفارة وزملاء وأصدقاء آخرين من شعبنا الفلسطيني الصيني، الذي فعلا يعني يحاولون بشكل أو بآخر أن في بعض الميادين أن يتقدموا عن غيرهم باعتبار أنهم هم يعتبرون أنفسهم سوريين حقيقة، وأن الدولة السورية ودائما في مقابلات معهم يؤكدون ذلك، الدولة السورية هي التي احتضنت ثورتنا، هي التي احتضنت شعبنا، هي التي ما زالت تقدم المساعدات في الوقت الذي لا جامعة عربية ولا دول عربية ولا أحد. وسماحة السيد حسن نصر الله يعني قالها بشكل واضح أن الصواريخ التي أطلقت من غزة باتجاه العدو الصهيوني وطائراته كانت من صنع سوري، وسوريا هي التي قدمتها لأشقائها، وكان ذلك في ظل ظرف حقيقة البعض حاول أن يستغله من خلال خلاف ما في وجهة نظر ما بين حركة حماس على سبيل المثال والدولة السورية. الدولة السورية
تسامت على كل هذه الصغائر وقالت أن شعبنا في فلسطين نحن إلى جانبه. الآن إخوتنا في فلسطين يحاولون الرد ولو بقسط بسيط من الجميل الكبير الذي قدمته سوريا عبر التاريخ. أيضا مشاهدينا ودكتور سمير، يعني مدارس متعددة في سوريا، ووزارة التربية أعلنت الكثير من المدارس المنكوبة والغير صالحة لعودة الطلاب إليها، مئات المدارس. وأيضا من المناطق المنكوبة مدينة بانياس التي ربما لم يعني يتوجه إليها لا الإعلام بشكل قوي وصحيح ولا حتى يعني الجهات المعنية لم تتوجه لتقف على الأضرار الموجودة فيها. مدارس ببانياس رفض البعض من الأهالي إرسال أبنائه إليها لأنه حتى اللحظة هي متصدعة ولم يتم الكشف عليها من قبل الجهات المعنية لمعرفة إن كانت صالحة لعودة الطلاب إليها. ومثال على ذلك مدرسة بمنطقة حريصون، أيضا هناك أبنية متصدعة أهلها تركوها، هم خائفون اليوم للعودة إليها حتى لا يعني يتخوفون أن تسقط في أي لحظة عند أي هزة ارتدادية، أيضا لم يتم النظر إليها. وأيضا لدينا مثال من السيد أحمد الدامور وهو متضرر من قرية القلوع في منطقة بانياس، منزله أيضا نزل إلى الأرض وكان جاهز حوالي 80% ولم يسأل أحد عنه. هل الاتصال بالسيد أحمد دامور جاهز؟ أهلا ومرحبا بك سيد أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. مدام أنا من قرية اسمها القلوع. نعم. تابعة لمدينة بانياس. فيها بيتي وفيها بيوت كثير عندنا بالضيعة مهدمة، وفيها كثير تصدعات، وفيها مدرسة كمان متصدعة. في عندنا اهالي كثير ما استجرت رجعت على البيوت. فقط اسمح لي ان اعطي ملاحظه بان المنزل الذي نراه الان سقط على الارض في الجهه اليمينيه من الشاشه، هذا كان منزل حضرتك والذي قلت بانه بشكوتك لقناه سما بانه كان جاهز حوالي 80% وهذا الزلزال قضى عليه. مضبوط حكي، هذا منزلي إلي من 2015 وأنا بقوم ببنائه لأولادي حتى يكبروا. تهدم في الزلزال ولا حدا جاء حتى كلمة الحمد لله على السلامة من المحافظة أو من أي شخص أو أي مسؤول، ما حدا. طب أنت تقدمت بشكوى أو بطلب إنه ينظروا في أمرك وما إلى ذلك؟ ما في شكوى، ما حدا حكى معنا مشان هالموضوع أو نقدم شكوى. إجينا البلدية، بس عندنا بلدية بالضيعة قد جوا أخذوا شوية هيك معلومات وراحوا، ما عاد شفنا حدا. نعم. ما بنعرف شو صار ولا، وفي عندنا بالضيعة مدرسة كمان، وفي عندنا كثير بيوت مهجرة صارت متصدعة بشكل كامل يعني. نعم. يعني حتى المدرسة والبيوت المتصدعة أيضا لم يأتي أحد ولم يسأل أحد عنها. ما حدا اجى على الضيعة كلياتها، ما حدا حتى ولا مسؤول بمحافظة طرطوس، ولا سيد المحافظ، ولا سيد امين الشابي، ولا سيد امين الفرع، ولا حدا اجى. طيب انتم كأهل قرية القلوع ماذا تطلبون اليوم؟ نطلب بس هالمسؤولين يشوفوا وضعنا، يشوفوا شو تابعنا، حتى معونات للاهالي الفقراء بالضيعة ما حدا اجى قدم لها شيء يعني، ما حدا اجى عمل شيء، بس بدنا شيء شوية اهتمام لهالضيعة. نعم. شوية اهتمام بس للضيعة، يعبروا انه هي ضيعة، ضيعة يعني اسمها ضيعة الشهداء، عندنا فوق ال 100 شهيد بالضيعة. نعم. قدمنا شهداء وقدمنا جرحى وعندنا كثير مصائب بالضيعة، ما حدا يعبرها الضيعة يعني. شو بدنا نعرف شو السبب، شو الموضوع يعني، ليش المسؤولين بالمحافظة ما يقربها، ما حدا جاء سألنا شيء هيك. نعم. وناطرين رحمة الله والحمد لله، ما فينا نقول الحمد لله، الحمد لله أنا طلعنا بخير وسلامة أنا أولادي من البيت يعني. طبعا الحمد لله على سلامتكم وعلى سلامة كل من استطاع أن ينجو من هذا الزلزال. الحمد لله المدمر. الحمد لله الحمد على أي حال يعني سنحاول الاتصال بأحد المعنيين من أجل النظر بشكواك سيد أحمد، وأيضا النظر بقرية القلوع بشكل عام.
بارك الله فيكم. شكرا بارك جزيلا الله لك. شكرا لك. بارك الله فيكم. شكرا. وحتى يتم يعني التواصل مع احد المعنيين في هذا الاطار، اعود مجددا اليك دكتور سمير. يعني قرية القلوع هي ليست بالمناسبة لوحدها من بين القرى والمناطق التي يعني حتى الآن الدولة والمعنيين عن يعني ربما غرف عمليات الإغاثة حتى الآن لم يتفضوا أو ينظروا في تلك المناطق باعتبار أن الكارثة أكبر كانت في المدن، المدن فيها أعداد أكبر وهائلة أكثر. يعني أولا أقول للأخ أحمد الداعور الحمد لله على السلامة أن لم يصاب ابنا له أو صحيح. بنتا أو أخا أو إلى ما هنالك، وهذه بحد ذاتها فضل من الله تعالى عليه وعلينا كسوريين، ولكن أن لا يصل أحد من المسؤولين أو فرق الإغاثة إلى قرية ومهما تكن نائية فهذا كلام يستوقفنا ويجب أن نقف عنده بمسؤولية القانون ومسؤولية الحملة التي يعني لإغاثة كل لإغاثة المناطق المتضررة. كل المناطق نعم ربما نتفهم أن العمل يعني صعب وربما تكون القرية بعيدة نسبيا، ولكن كل هذه ولكن التقصير مرفوض تماما بالنتيجة. مرفوض قولا واحدا. أيضا لعله مناسبة أن نتكلم أيضا، وصلتني عدد من الرسائل من سهل الغاب حقيقة، أيضا في قرى في سهل الغاب أيضا متضررة. أهملت حتى تاريخه، ونشدنا السادة المسؤولين وكانت الأجوبة مشجعة بمعنى لا شك عندما يعرفون مباشرة عندما يتوجهون إلى المناطق تصل الشكوى أو حتى مجرد ندها دعني أسميها في العامية هنا، دائما وأبدا الدولة حاضرة وجاهزة لمد يد العون والتواجد حيث يجب أن تتواجد. طيب أيضا الآن معي عبر الهاتف الأستاذ هاني خضور مسؤول قطاع الصحة والإغاثة وعضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، وبطبيعة الحال قرية القلوع هي من ضمن يعني محيط أو مسؤولة عنها محافظة طرطوس. أستاذ هاني أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك. إذا هذه الشكوى ما بعرف إذا سمعت حضرتك معنا، من قرية القلوع، شخص منزله تهدم بالكامل عدة طوابق، أيضا في المدرسة في المنطقة متصدعة، بعض المنازل هناك من تهدم منها، هناك من متصدع منزله خائف من العودة إليه. لماذا هذه القرية؟ هل لأنها قرية بعيدة نائية؟ لماذا لم يتم النظر بشأنها؟ لماذا لم يتم إحصاء كل المناطق حتى اللحظة التي تضررت جراء الزلزال؟ محافظة طرطوس تم تشكيل لجان في جميع المناطق لحصر الأضرار بالمحافظة، تضم مهندسين من الوحدة الإدارية ونقابة المهندسين والخدمات الفنية، أي كتاب بيجي للدراسة. بس يعني حتى الآن في بانياس عندنا هذا البيت متهدم، هذا بيت غير كان قيد الإنشاء، بيت طابقين بس قيد الإنشاء، ولكن غير صاحبه قال بأنه أكثر من 80% من هو رأينا صور البيت كان جاهز، إكساء خارجي يعني. إكساء خارجي، هو إكساء خارجي حتى الآن غير مسكون. نحن كل شيء بيجي من الوحدات الإدارية لعنا هلا بانياس حتى الآن تم إحصاء 340 بيت حتى الآن، جميعها تصدعات يعني بالجدران، فقط هذا البيت الوحيد اللي تم اللي انهدم، فقط بيت واحد هو البيت بالقلوع مضبوط. طب هل اللجان ذهبت إلى يعني قرية القلوع وطلعت على الأضرار الموجودة فيها، سواء ليس فقط هذا المنزل إنما المدرسة ومنازل أخرى أيضا؟ اللجان هلا المدارس تم الكشف على جميع مدارس المحافظة، المنازل حتى الآن بانياس مثل ما قلت 340 بيت حتى الآن، بس هلا نحن بدأنا بمرحلة الإسعاف بشكل عادي، هذا بالكوارث نحن نبدأ بالإسعاف حتى المساعدات الإغاثية لم يعني تأتي إلى القرية، هكذا يقول السيد أحمد. طول بالك، أولا الإسعاف، ثانيا نلجأ إلى الإيواء، من نركز على الإيواء، ثالث شيء معالجة الأضرار الناتجة عن الأضرار، أكيد أكيد بدنا نعالجها، بدي أتخذ هاي اللجنة العليا بعدين بكرة للإغاثة هي بتقرر كيف بتعوض عن الأضرار، بس لا بانياس وغيرها كلياتهم مشمولين بالمسح، ما ضل حدا أكيد.
طيب انت حكيت عن بس نحن بدنا شغله اذا بتريد. هلا نحن شو الاخطاء اللي بتصير انه المواطن يخبر يعني انه يعلمنا المواطن شو هي آلية يا اخي الناس بسطاء في القرى يعني هناك آلية يجب ان يكونوا يعرفونها حتى يستطيعون ان يخبروا. أختي العزيزة نحن معممين على جميع الوحدات الإدارية في المحافظة هي اللي بتخبرنا هي المسؤولة عن إعلام المحافظة. يعني والله ليس كل مخاطير القرى هم يعني قادرون على ان يكون ان يلبوا الناس ايضا. لا الوحده الاداريه نحن ما نعتمد بشكل اساسي على الوحده الاداريه مدير المنطقه، هم الاساس في كل منطقه. الوحده الاداريه ومدير المنطقه بس يعني الوحده الاداريه في منطقه بانياس كلها هي الوحده الاداريه في كل منطقه، مو بس في بانياس، في كل موجوده الوحده الاداريه. طب هذه القريه تابعه لاي منطقه؟ قريه القلوع تابعه لاي منطقه؟ تابعه لمنطقه بانياس. هذا ما كنت اسال عنه، انه ما هي الوحده الاداريه التي تتبع هو عنده فقط هو هلا هو عنده اضرار بالبيت مضبوط صح بس يعني ما تم اخبارنا بشكل سارس بس لجنه التقييم الاثنين بتخلص تقييمها من بانياس كامله الاثنين القادم بتكون خلصه بعدين نحن بنرفعن على اللجنه العليا للاغاثه هي بعدين بتم اكيد بس هلا عندنا مرحله الايواء اهم ضروري جدا يعني نعم. ضروري كثير ضروري هلا يعني طب ماذا فعلتم بموضوع الايواء حتى هذه اللحظه؟ كيف يتم التعامل مع هذه النقطه؟ هل وجدتم منازل اخرى للمتضررين؟ لا ام سكن اخر ام مركز ايواء؟ ماذا هناك؟ ماذا لديكم في مراكز ايواء في جميع مناطق المحافظه؟ في مركز او اكثر، في طرطوس في ثلاثه مثلا بالمدينه وباقي وفي كل منطقه، في بانياس في مركز، بالقدموس في، بالشوبدر، بالدريكيش، بجميع المناطق. كل منطقه فيها مركز ايواء. هي المدرسه. بس المشكله اللي بنوقع فيها انه المواطن ما بده المدرسه. بده شقه، شقه صعب. ما في لكل عائله واحد يأمن شقه وما في يعني. فالمدرسه جاهزه وعندنا مدارس جاهزه ومفروشه ما بده شيء المواطن، المواطن بيجي من خارج المحافظة بياخذ كل شيء بيستحق حتى الهلال الأحمر، حتى الآن وزع 381، استهدف 381 عائلة في محافظة طرطوس. نعم. يعني رقم ممتاز جدا. بانياس تم استهداف 32 عائلة من قبل جمعية فضا و33 عائلة من قبل الهلال الأحمر. نعم. فبالحصص عندنا نسميها حصه شتويه وحصه غذائيه اماراتيه، الحصه الشتويه فيها خمس بطانيات، خمس فرشات، فيها جميع، فيها ضوء كهربائي، فيها كل معده مطبخ، فيها كل لوازم العائله، يعني حتى مستلزمات الاطفال الكل موجوده، الحصه بتضم جميع المواد اللي ممكن يحتاجها المتضرر. يعني على غسيل، معجون اسنان، فرشات حلاقه، اكياس صمامي، مناشف، صابون، جميع المواد، معلبات. بس المواطن يخبرنا، ما بدنا منه شيء غير يخبر الوحده الاداريه القريبه منه، ما في ضيعه الا تقريبا فيها وحده اداريه. نعم، على اي حال يعني هل ممكن ان تسمح باعطاء رقم حضرتك للسيد احمد دامور للتواصل معه؟ انا موزع، انا حطينا رقمنا من الساعات الاولى للزلزال، حطيت رقمنا حاطينه وما يتصلوا معنا كل الناس، كل واحد بيتصل معنا اهلا وسهلا وبيزورنا اهلا وسهلا. حاطين الرقم، حاطينه نحن على وسائل التواصل على المحافظه. على وسائل التواصل هنن فقط بيقدروا يتواصلوا معكم؟ على صفحه المكتب الاعلامي بالمحافظه حاط رقمي انا. يعني واضعين انتم ارقامكم؟ طبعا ما يتصلوا معنا، اتصل معنا كثير. طيب وجميعا تم تامين الحالات الاسعافيه، هلا الحالات الاسعافيه الضروريه هي الاساس مبدئيا. يعني هكذا ستكون اجابتكم لاي حدا يلجا لكم من المواطنين الموجودين ضمن بقعه محافظه طرطوس، انه الاولويه هي فقط للاغاثه، اي شكوى اخرى هي لا يعني ليس لديها اولويه. لا جميع الشكاوى، تكرم عينه، بس هلا احنا نسعف المريض واللي ندور على حل ثاني. هلا مبدئيا حالات هلا بعد ثمانية ايام يعني او 11 يوم من الزلزال، من يوم الزلزال حتى اللحظه اليوم، يعني فقط هي الحالات
ليست فقط الإسعافية، يعني اليوم أصبح المتضرر هو أكثر، يعني الذي بلا مأوى. أكيد المسعفين أسعفوا كل الجرحى أو حتى من ارتحم يعني الآن أصبح تحت التراب. اليوم الأولوية هي لهؤلاء الناس، يعني اليوم بعد حوالي 11 يوم المسكن حالي إسعافي، يعتبر تأمين المسكن للمواطن المتضرر يعتبر حالي إسعافي من الإسعاف من الأوامر الإسعافية. صحيح يعتبر حالي إسعافية طبعاً. طبعاً إحنا بنعتبره حالي إسعافي هذا، بس تعويض الأضرار بعدين هي اللجنة العليا للإغاثة هي بتقرر. اللجنة العليا للإغاثة هي من بتقرر تعويض الأضرار. خطة عمل نعم. خطة عمل هي بتقرر كيف تعويض الأضرار. بس صحيح. إحنا مبدئياً أي مواطن مهدم منزله. علما انه في محافظه طرطوس حتى الان ما في بانيس ما عندنا غير هذا البيت، اي مواطن متاكد بيجيب كتاب من الوحده الاداريه انه بيته غير قابل للسكن، قابل للسقوط، غير طورا من امن له سكن بمركز ايواء. نعم. طيب شكرا جزيلا لك استاذ هاني خضور، وحضرتك مسؤول قطاع الصحه والاغاثه وعضو المكتب التنفيذي في محافظه طرطوس، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا لك. أعود إليك دكتور سمير أبو صالح. هلأ في الحقيقة يعني أيضا جزء من مطالب الناس اليوم، هناك خوف من الناس بما يتعلق ما هو مصيري. طب اليوم من مات قد مات تحت هذه الأنقاض، والله يرحم كل الضحايا والشهداء، ومن تم إنقاذه تم إنقاذه، ربما حتى الآن هناك بقايا بعض الأبنية التي ما زال تحت أنقاضها بعض الضحايا، ولكن اليوم يعني أصبحت الأولوية هي لمن استفاق من الصدمة وأين سيذهب. يعني أولا أرجو من السادة المسؤولين أن يتسع صدرهم حقيقة لأي شكاوى لأي طلبات، لأن هذا المواطن المفجوع حقيقة رغم عناء كل السنوات المنصرمة يجب أن يلقى اهتماما ورعاية ربما نوعية في أحيان كثيرة. فيما يتعلق بالموضوع الذي نحن في صدده اليوم من خلال شاشتكم الكريمة، أعتقد أن العمل مركز كان إلى ما قبل يومين على العالقين والمحاصرين، بمعنى لم يكن الاهتمام مركز على الأبنية التي مثلا لم يعني يتضرر أهلها إلا أنهم فقدوا هذا البناء، ولكن في الأرواح ليس لديهم أضرارا والحمد لله. وبالتالي يعني طلب الأخ أحمد اليوم مثلا لم يكن طلبه قبل 5 أيام على سبيل المثال، أنا أعتقد بأنه كان يقدر أيضا أنها ليست اللحظة المناسبة للتقديم طلب أو للتقدم بشكوى. الآن من حقه وهذا شيء طبيعي، وتفضلت حضرتك وأشرت إلى أن هذا المواطن يجب أن يلقى عنوان، يجب أن يعرف كيف يتصرف، أن يطمئن. يعني يطمئن. ما هي المرحلة القادمة؟ فهنا دعوتي كانت للإخوة المسؤولين المعنيين في هذا الموضوع أن تتسع صدورهم إلى شكاوى المواطنين التي هي شكاوى محقة، هم لم يعني يقدمونها طمعا بمال أو طمعا بتعويض بقدر ما هو توصيفا للحالة التي يعني آلت إليه أمورهم. بالتأكيد اللجنة العليا للإغاثة، غرفة العمليات الأساسية، حتى مجلس الوزراء ليس بكبسة زر قادر على أن يعطي أجوبة على تساؤلات الناس كلها، ولكن يعني الحكومة باجتماعها يوم أمس أو قبل أمس قالت بأنه يعني الآن سنبدأ بالمرحلة الثانية من عملية الإغاثة للناس والمتضررين، على الأقل أن يكون هناك عناوين ماذا سيقول بالناس المتضررة اليوم، كيف هي آلية التعامل مع يعني أرزاقهم التي ذهبت واليوم هم بلا مأوى بلا عمل بلا محلاتهم بلا بيوتهم. أيضا هذه النقطة مهمة على الدولة أن تنظر بها فيما يتعلق بهؤلاء. بمعرفتي المتواضعة حقيقة، ويعني أنا مطل بشكل أو بآخر على الإجراءات الحكومية في هذا الموضوع، أؤكد حقيقة أن اللجنة التي شكلت في بداية الأزمة وكانت لجان مؤقتة عندما
اجتمع مجلس الوزراء وقرر اعتبار هذه اللجان هي لجان دائمة، وضع أولويات للعمل ووضع عناوين كثيرة حقيقة، وطلب من المحافظين حتى الوحدات الإدارية المتناهية الصغر أوكل إليها أيضا مهمات للتواصل مع المواطنين في شتى مناحي يعني التي نتجت عن هذه الأزمة. وبالتالي من الطبيعي أن يكون هنا أو هناك من لم يصله حتى الآن هذا الدعم أو هذا الاهتمام أو إلى ما هنالك، يعني من الضروري حقيقة أن نتحمل بعضنا وأن فعلا نتواصل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، بمعنى أن نقدم شكوى في الهواء هذا لا يفيد، ولكن عندما نتواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتفضل الأخ الدور وأشار إلى الوحدات الإدارية، هذا كلام دقيق وصحيح 100%، وأنا على اطلاع في هذا الموضوع أنهم فعلا شكلوا فرق جوالة في القرى البعيدة، فما بالك بقرية مثل قرية القعود قريبة نسبيا من القلوع من المراكز. وبالتالي ربما عدم الاهتمام لأنه لم يكن هناك ضحايا من البشر عالقين أو يعني لهم وضع ما. الحمد لله، أقولها الحمد لله للمرة المليون، بأن لم يكن في هذا البناء أي شخص أي إنسان، ولكن اللجان متابعة لعملها، والسيد رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء حقيقة متابعون ميدانيون على مدار 24 ساعة، وأنا لا أبالغ في هذا الموضوع. أنا أعرف أن هذا الوزير وإن لم يتواجد اليوم مثلا في موقع معين، إلا أن نوابه أن موظفي وزارته على تواصل دائم معه في مكتبه. هذا يعني نعم أن الدولة السورية حقيقة حاضرة في الكبيرة والصغيرة، وهي مهتمة بإعادة الأمور إن لم يكن إلى ما كانت عليه ربما أفضل أو ربما أسوأ وفقا للظروف المؤاتية أو ربما لا تكون مؤاتية. نعم. ولكن حقيقة ما يدفعني للتفاؤل في هذا الموضوع هو المتابعة الحثيثة من قبل السيد الرئيس، من قبل الحكومة، من قبل الوحدات الإدارية، المخافر الشرطة إلى ما هنالك. سوريا اليوم خلية عمل متكاملة حقيقة للتخفيف ربما ولو قليلا من الأضرار ولتطمين المواطن على مستقبله. اليوم قد لا يهمني أنا وضعي بقدر ما يهمني ابني أو حفيدي أو صحيح. القادم من الأيام، وعليه أن نبني استراتيجيا لعمل استراتيجي يختلف عن العمل التكتيكي مثلا في أن نقدم مساعدة ملبس أو مأكل أو إلى ما هنالك. لا، الأعمال يجب أن تكون استراتيجية، وجاء ذلك واضحا ومتوازية على كافة الصعود تماما في كلام السيد الرئيس في هذا الإطار بالتحديد، عندما قال ما معناه أننا نحاول أن ندخل المناطق المغلقة ولو ببصيص نور بسيط، لكن أن نعمل استراتيجيا لإعادة البناء. نعم. أيضا دكتور سمير، كان هناك الكثير يعني من الحالات التي ربما كان لقناة سما أو لغيرها من القنوات والوسائل الإعلامية السورية باللقاء معهم ورووا ما حدث معهم أثناء عملية إنقاذهم أو حتى قبل وصول فرق الإنقاذ إليهم. سنتوقف مع هذا الكليب مع سيدة ناجية من مدينة جبلة تروي ما جرى معها عندما تم إنقاذها، والحمد لله على سلامته وسلامة كل من تم إنقاذه من هذا الزلزال. هبدت البناية هاي، حسيت سمعت هبتها، ما فيني قمت وتحركنا لحتى هدي الزلزال. بعد ما هدي الزلزال طلعنا نطمن عن جيراننا، نطمن ونساعد الجيران، شو فينا نقدم مساعدة. أنا بالآخر قلت لهم في عندي خي بيبعد بيته بالمحاضر الجديدة، بيبعد بيته بمسافة شي 1 كيلومتر. قلت لهم بدنا نطمن عن خي علي، ندق له على التليفون خارج تغطية، مرته خارج تغطية، حماته خارج تغطية. رحنا وصلنا بنفس الوقت، الدنيا مطر وبرد، طلعنا رحنا لهنيك لعند البناية، شفنا البناية كلها نازلة، تقول كأنك مفتت، كأنه تراب، بناية نازلة كلها. ضل ما أول يوم لتاني يوم لشلنا للمرحومين. في عندي خي أولاده، عنده ولدين طفلين أعمارهم 1.5 سنة، عنده مرته وحماته، عطوكن عمركم عمرهم،
الله يرحمهم أجمعين، وإن شاء الله يا رب هيك يهدى هالوضع، والله يحمي سوريا قائدا وجيشا وشعبا. آمين. والله الله يصبر قلوب الناس، حتى الله سبحانه وتعالى يصبر قلوبنا، يرحم جميع أموات هذه الكارثة، جد كارثة بشرية. بس الحمد لله أمر الله وصار، فالحمد لله. أعطينا التفصيل أكثر شو صار معك خالتي، مو بالفصحى، بالعامية لو سمحتي بعد إذنك يا خالة. أنا عم بحكي لك الشيء اللي صار هي بشكل عام، عم قل لك طلعنا كيف راحوا كيف اجينا بعد ما اول يوم ما شالوهم صاروا يدور. هو فاجعة مانا سهلة، مصابنا كبير على الناس كلها. صحيح. اجوا حفروهم شالوهم صاروا يشيلوهم بالحفارة شالوهم شالوا خي اسا هو نايم نفس نومته، حاط ايده تحت راسه، اولاده جنبه، حد اولاده التنتين طفلين شالوهم هيك وهن نايمين. يعني لو انه شوي البناء ما كان شوي، هن هو طابق اول فني، بس بالاخر هي مشيئه ربنا. بس شالون هن النايمين حد بعضهم، الاب والطفلين حد بعضهم شالون جنب بعضهم، والحمد لله امر الله وصار. الحمد لله كتر خير الله، الحمد لله الحمد لله على كل حال. هذا المصاب على الناس كلها، الله عم يصبرنا من خلال مصائب الناس، إن كان جاري ولا إن كان قرايبي عم نشوف الحالات هاي، فالحمد لله أمر الله وصار، ما فينا نرد هذا الشيء والحمد لله. يعني انقهرنا كتير، زعلنا. أخ عندك أخوك هو عسكري، هو عسكري نزل إجازة، بنزلت الإجازة قدره هون انتهى والحمد لله. وعنا نحن أخ شهيد، وعنا مرحوم ثالث كمان، فضل الله الحمد لله. ليش بتحني لهم هلا بعد؟ الحمد لله. بين ليلة وتانية فتح الناس العالم. شعور صعب ما بقدر أوصف لك. هاد أخ، كيف اللي فقدت ثلاثة من إخواتها، كيف اللي فقدت طفلين أولاد أخوها، كيف اللي فقدت مرت أخوها وحمات أخوها، الله يرحمهم أجمعين، الرحمة لإلهم. الحمد لله أمر الله وصار، الحمد لله الحمد لله. بكل الأحوال يعني مصابكم مصابنا، مصاب أي شخص أو من يروي أي حدث جرى معه خلال هذا الزلزال، هو أكيد مصاب كل السوريين. كلنا فقدنا أحبة وغاليين علينا، كلنا فقدنا أهل، ربما أصدقاء، ربما معارف في هذا الزلزال المدمر كما قلتي مشيئة الله. ولكن اسمح لي دكتور سمير أن أسألك، يعني لماذا مشيئة الله في مناطق كاليابان والصين التي أيضا يمر عليها زلازل، الأبنية فيها لا تقع، الأبنية فيها تبقى واقفة، لماذا هذا البناء وقع والبناء الذي بجانبه لم يقع؟ حتى عنا نحن يعني عندما نرى والسيدة تتكلم أن البناء هذا وقع، بناء الجيران لم يقع، لماذا؟ حقيقة ما لفتني في كلام الأخت العزيزة يعني كثير من النقاط، لكن أوضح وأركز على نقطة عندما قالت لو أن البناء ماكن شوي. ما معنى ماكن شوي؟ بمعنى لو أن هذا البناء كان قد بني وفقا لأسس هندسية حقيقية، وضع كميات الحديد والمواصفات. وهنا حقيقة استغلها مناسبة للتوجه إلى الجهات الرسمية الوصائية على عملية البناء في القطر، كل القطر وليس فقط في بنياس أو في أي منطقة أخرى. لو أن فعلا هذا البناء ماكن شوي كما قالت في مصطلحها، ربما لكان الألم أقل والضحايا أقل، أو أن البناء لم يدمر رغم شدة الزلزال. وتبين حقيقة من خلال جرد أولي للأبنية التي سقطت، سواء كان في حلب
أو في اللاذقية بنياس ومنطقة الساحل عموما تبين إما أنها كانت مبنية منذ خمسينات القرن الماضي أو أن حتى البناء الحديث لم يكن موافقا للقوانين. هناك الكثير من الأبنية الحديثة في مدينة جبلة تحديدا. هذا ما سأنوه إليه. وقعت، لماذا وقعت؟ لأن كميات الإسمنت والحديد والإجراءات الهندسية لم تكن متوافقة مع قوانين البناء الجديدة، قوانين البناء الجديدة على سبيل المثال أو حتى مع طبيعة الأرض المتواجدة هناك ربما لا يعرفها كثيرون. أهم بند فيها اليوم أن يكون البناء الجديد مجهز بعوامل اتقاء شر الزلازل، هذا يعني أنه يجب أن تكون قواعد كبيرة محصنة في كميات كبيرة من الحديد وأيضا الخرسانة وإلى ما هنالك، وبالتالي محسوب هندسيا في أي ترخيص جديد ربما أن تتعرض هذه المنطقة، بمعنى هناك دراسات دقيقة لجوف الأرض لطبقات الأرض ولا جيولوجيا معروفة الدولة السورية بأنها هي ضمن الدول التي تقع ضمن خط فيلق الزلزال يعني تماماً. ومنذ عام ولا ترخص الدولة أصلاً و57 أو 59 كان تماماً. هناك زلزال مدمر أيضاً تماماً. مرة في سوريا تعليمات وزارة الإسكان والأشغال العامة حقيقة وأيضاً النقابة المهندسين في القطر العربي السوري والجهات الوصائية الأخرى لو أنها أخذت بعين الاعتبار، لو أنه لم يحصل بها أو عليها حقيقة ضغوطات شجع وفساد حقيقي لكانت ربما النتائج نتائج الزلزال أقل سوءا دراراً. تفضلت وأشرت إلى يعني موضوع معروف من قبل الجميع، تسونامي الذي حصل في اليابان والكاريبي ومناطق أخرى، حصل شيء مدمر ربما أكثر من 7.8 ريختر، ولكن حقيقة صمدت أبنية كثيرة طابقية أو من طابق واحد أو حتى تحت الأرض. سبب صمودها في النهاية إذا بدنا يعني نذهب للأمور الدينية، الحمد لله رب العالمين، الله لم يقدر، ولكن أيضا إضافة لأن الله لا لم يقدر الله كانت هناك مشيئة الإنسان بشر. نفسه نعم. وبالتالي هنا حقيقة هناك من يقول أن تحميل المسؤوليات الآن لمهندسين معنيين أو لمعلمي بناء يعني يجب أن تكون مؤجلة، بقناعة المتواضعة العكس تماما، يجب أن تكون محاسبات دقيقة وحقيقية لكل هؤلاء الذين أخلوا عمدا وأحيانا فسادا وقصدا عن هذه الإجراءات ولم يأخذوها بعين الاعتبار. اليوم دمشق على سبيل المثال في مناطق عالية في ركن الدين ومناطق أخرى حقيقة هناك إشراف حقيقي على الأبنية، هذا ما يجب أن يكون، رغم أنه هناك أبنية قديمة لم تكن ربما الدولة حتى يعني قد أعارتها الاهتمام الكافي من الناحية الهندسية الإنشائية. اليوم يعني دعوة مخلصة للسادة المسؤولين المعنيين والجهات الوصائية بأن يراعوا هذا الموضوع بشكل دقيق. بناية حرستة التي سقطت بعد أربعة أيام حقيقة سببها كان هو البناء الغير يعني نظامي. مستجيب للقوانين والأنظمة في عمليات والشروط البناء. المناسبة أيضا يعني دكتور سمير ذكرت السيدة نقطة مهمة عندما قالت ماذا استعمل أثناء إنقاذ الضحايا الموجودين كانوا تحت الأنقاض أقرباء. المعدات التي استخدمت هي معدات يعني للأسف غير مؤهلة أن تكون معدات انتشال ضحايا سواء كانوا على قيد الحياة أم ماتوا نتيجة هذا الزلزال. هناك فرق إنقاذ عديدة وكثير أو البعض من المساعدات التي أتت إلى سوريا، ومعروف أن سوريا غير قادرة أساساً كانت على استحضار مثل هكذا مواد من أجل الكوارث بسبب العقوبات الاقتصادية عليها. بعض الدول الصديقة التي ساهمت بإرسال سواء فرق أو معدات
من قبلها، وكان آخرها فريق الإنقاذ الإماراتي الموجود في محافظة اللاذقية قدم معدات دفاع مدني لفريق الإنقاذ الوطني، وقدمه هدية ربما من دولة الإمارات العربية المتحدة لمساعدة عمليات الإنقاذ، مشكورين بكل الأحوال. يعني هذا الجسر الجوي ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدولة السورية، الهبة الجماهيرية الشعبية في الإمارات بالإضافة إلى الحكومة الإماراتية. أصلاً الإمارات معروفة من يوم من أيام حرب تشرين، الشيخ زايد كان دائماً يقف إلى جانب سوريا، ليس بجديد على عهدهم هذه الأخوة، وكأن مصابنا مصابهم، هكذا تعاملت دولة الإمارات، يعني على عكس بعض دول الخليج من ضمن قطر مثلا، قطر التي تاجرت بالدم السوري على مدى 12 عام، اليوم كيف يمكن لي أن أقبل أن قطر تتصدق على عزتي وعلى نفسيتي أنا كسوري، أن أقبل مساعداتها وهي من حتى هذه اللحظة تشارك بسفك الدم السوري، تشارك بخنق السوريين تحت الأنقاض في الشمال السوري وتدعي الإنسانية، خصوصا التصريحات الأخيرة، زياراتها إلى تركيا. يعني الإنسان عندما يرى الإنسان التركي ينقذ، ألا ترى الإنسان السوري؟ حتى هناك سوريين يتحدثون ويروون بأنهم موجودين ضمن الأراضي التركية ولا يتم النظر إليهم لولا السوريين الموجودين بإسطنبول أو يأتون لإنقاذهم وإعانتهم وإخراجهم من تحت الأنقاض. أولاً أضم صوتي إلى صوتك في توجيه الشكر حقيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة ولكل أشقائنا العرب دول وكذلك شعوب، وهنا لا يمكن أن ننسى على سبيل المثال إضافة للإمارات دولة الجزائر الشقيق، جمهورية مصر العربية التي حقيقة بادرت بإرسال كميات كبيرة من المعونات، إضافة إلى ما أشرت إليه المعدات القادرة على الإنقاذ من تراكتورات ويعني وانشات متخصصة وآليات، وكانت دفعة كبيرة جدا يشكر عليها الأشقاء المصريين وكذلك العراقيين وسواهم. أما فيما يتعلق بموقف قطر حقيقة، أولا نخطئ عندما ننظر إلى قطر أنها تلك الدولة التي يمكن أن تسمى بدولة عربية. السبب في ذلك هي عبارة عن مشيخة صغيرة هامشية حباها الله بخيرات كثيرة من الغاز والبترول وإلى ما هنالك، ولكن للأسف الشديد أن قادتها حتى هذه اللحظة ما زالوا يتصرفون وكأنهم هم الشعب، علما أن الشعب القطري، أقصد الشعب القطري، يخالف ما تقوم به قيادته في هذا الموضوع. وبالتالي قطر التي لجأت إلى الحضن التركي خروجا من ما سمي بمجلس التعاون الخليجي توطئة لخلاف مصطنع مع العربية السعودية وسائر دول الخليج الأخرى. أصلا هناك من يقول وتقارير تتحدث عن أن دولة قطر هي تشبه الخوض البيضاء كعمالة، هي تعمل ضد أهل الخليج نفسهم أيضا. تماما، هذا ما كنت أتحدث عنه. اصطنعت، خلقت أزمة على مستوى دول الخليج العربي والسعودية، ولجأت هذا اللجوء المهين حقيقة إلى التركي، وربطت مصيرها بمصير التركي، وعليه لا يرجى خيرا من دولة، من قيادة أقول وليس دولة، يعني مولت الإرهاب ضد السوريين طيلة 12 سنة. وبالتالي هذا التمويل لم يكن مجرد تقديم بعض الخبرات والمشورات، بل كانت تدفع الأموال الطائلة حقيقة من أجل تدمير سوريا، من أجل أن ينتشر هذا الإرهاب بديلا للمواطن السوري المؤمن بعروبته، المؤمن بقضيته، المؤمن بأنه فداء لوطنه، ووطنه هنا ليس سوريا فحسب، الوطن العربي ككل وبضمنهم الشعب القطري في قطر. هذه القيادة حقيقة يجب الوقوف عندها وتحليل سلوكياتها في الماضي من السنوات وفي هذا الموقف إزاء هذا الزلزال، كيف ارتمت حقيقة الدولة القطرية
أقصد القيادة القطرية في حضن التركي بهذه الحالة من الإذلال، بمعنى وكأن الزلزال، لأنهم يملكون نفس العقيدة ربما الإخوانية الدموية، والأهداف يعني هي نفس الأهداف، بمعنى استثناء السوري والضغط أكثر على السوري وإلى ما هنالك. نعم أشرت حضرتك إلى أن السوريين تواجدوا في منطقة الزلزال في القسم السوري تحت الاستعمار التركي، يعني حكوها بشكل واضح تماما عندما عرف أننا سوريون حقيقة لم يتم إغاثتهم أي مساعدة. نعم. سئل أحدهم من الذي أنقذ لماذا نحن نناديك وأنت لا تجيب، قال أنا لم أجيبكم كي لا أعرف أنني سوري، لأنني أعرف بأن قوات قمة الألم الإنساني على فكرة، ليس اتجاه قطر أو تركيا فحسب، بل للإنسان نفسه. صحيح. عندما يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من فقدان الأمل بأخيه الإنسان حقيقة هي كارثة، هي نعم. كارثة. ننعو الإنسانية للأسف. نعم. لدى تلك الدول يعني. نعم. بالتعامل مع السوري. اسمح لي أن ينضم إلي عبر الهاتف الصحفي الأستاذ رائد العمري، وهو صحفي أردني معي من عمان. أهلا ومرحبا بك أستاذ رائد. أهلا ومرحبا فيك أختي. أهلا بك. لا شك بأن الأردن كانت يعني كنا نتحدث قبل قليل أنا والدكتور عن أن الأردن هي جزء لا يتجزأ من الحضارة القديمة السورية على مر آلاف من السنين، ورأينا كيف أن الأردن يعني وقفت إلى جانب أشقائهم في سوريا في ظل هذا الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة. يعني ماذا تريد أن تقول في هذا الإطار؟ يعني لا أضيف أكثر ما تفضلت به، هو هم واحد وبلد واحد وعمق واحد. نحن نقول عن سوريا شمال سوريا وتقولون عن الأردن جنوب سوريا، فهي سوريا الطبيعية سوريا الكبرى، نحن بلاد الشام بلد واحد والهم واحد. أختي في كل بيت أردن هنالك مأتم، في كل بيت أردن هنالك حزن. أنا بصراحة فخور جدا مما قدمه ويقدمه بلدي لأهلنا وأخواننا في سوريا. ندع الخلافات السياسية جانبه الآن هنالك حاجة للتقارب وهنالك حاجة للدعم، وهي في الأردن من أعلى الهرم في الأردن إلى القواعد هنالك هبة وهنالك يعني هم، وهنالك أيضا يعني تبرعات تجمع عن طريق الأهالي، عن طريق النقابات، عن طريق منظمات المجتمع المدني أيضا، وعن طريق الحكومة. صدقيني أن 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 الوضع في الأردن حزين جدا، هنالك حالة من اليتم وحالة الحزن في كل بيت أردني. وإن شاء الله يعني نقدم ما نستطيع حتى نساعد في هذه الأزمة وهذه المحنة. مشكور على أي حال سيد رائد، مشكور الأردن، مشكور الشعب الأردني الذي هو شعب شقيق يعني من يومه في الوقوف إلى جانب أخوانه. بكل الأحوال أيضا هناك يعني باعتبار حضرتك كاتب صحفي، هناك الكثير من يعني المثقفين سواء العرب أو حتى الأجانب الذين يرفعون الصوت اليوم بوجه العقوبات الاقتصادية الأمريكية أحادية الجانب والتي تتبعها بالتالي الدول الغربية الأوروبية باعتبار أنها تابعة للقرار الأمريكي. ما رأيك بما جاء من قبل اتحاد الكتاب العرب بما صدر عنهم بأنهم يعني هناك بيان رسمي عربي وحتى من مثقفين أجانب انضموا إلى هذا القرار، رأينا كيف طبع باللغة العربية وباللغة الفرنسية، ما رأيك أيضا بعلو الصوت من قبل المثقفين سواء كانوا عربا أو أجانب تجاه يعني أن يستفيق ضمير الإنسانية تجاه ما حدث في سوريا؟ طبعا هي دعوة مهمة ويجب أن تتوسع بحيث تكون مطلب للعديد من الجهات الإنسانية والعربية والدولية، لأن هذا القرار هو قرار صلف، وفي هذا الوقت لا يجوز التعاطي مع هذا القانون، يجب المرور من فوقه، ويجب إرسال المعونات والدعم إلى سوريا فورا بغض النظر. هذا القانون هو قانون في الأصل صلف ومجحف، فما بالك الآن، يجب أن يرفع الآن،
كانت مطالبة الآن البارحة من مجلس النواب الأردني برفع عريضة إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، تطالب مجلس الشيوخ الأمريكي بالتحرك لإلغاء هذا القانون المجحف وهذا القانون لا إنساني. طبعا أتمنى أن يزيد ذلك، أن يكون هناك عن طريق مستوى الجامعة العربية دعوة إلى الجانب الأمريكي بإلغاء هذا القانون الذي أقل ما يقال عنه أنه صلف ولا إنساني. نعم، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ رائد العمري، وحضرتك صحفي كنت معي من عمان الأردن الشقيق. أعود إليك دكتور سبير وأسألك في نفس الإطار البيان الصادر عن اتحاد الكتاب العرب، وذكرت بأنه ضم مثقفين أيضا أجانب، ما رأيك به هذا أولا؟ ثانيا، إلى أي حد ممكن أن يكون يعني صرخة بوجه القوانين التي تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية تجاه سوريا أحادية الجانب وبالتالي يلحقها الركب الأوروبي؟ وحقيقة هذا البيان المهم والمهم جدا توقيتا ونصا أيضا باسم اتحاد الكتاب العرب في سوريا ورئيسه الدكتور محمد حوراني، حقيقة مشكورين على هذا العمل الهام جدا، وهو حقيقة ليس فقط ليعبر عن مشاعره الاتحاد بل ليوجه رسالة أيضا للمثقفين عموما ليس في سوريا فحسب بل أيضا في الخارج العالمي وليس الأوروبي فحسب. صحيح أن هناك تواجد عدد من الكتاب الفرنسيين والإيطاليين أيضا، ولكن أيضا هي صرخة ثقافية حقيقية للمثقفين على مستوى العالم الذين للأسف الشديد تمكنت النيو ليبرالية من إزاحتهم من دورهم الحقيقي كمثقفين ونخبويين في طليعة شعوبهم. لم نستمع مثلا إلى جهات ثقافية أوروبية أو أمريكية أو حتى عربية بهذا الحجم، بمعنى هناك حالة بيان. هذا البيان حقيقة يؤكد أن هناك شيئا رسميا، هناك رسالة رسمية لا بد من أن تتكاتف وتتضافر الجهود لكل المثقفين على مستوى العالم من أجل يعني قضيتين أساسيتين، الأولى في بعدها السياسي المباشر وهو قانون قيصر، لطالما ادعت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تصرفت بهذا القانون وفبركته حتى اسما كقيصر كاسم قيصر نتيجة لنداء من المثقفين والنخبويين السوريين في إطار المعارضة، اعتبرت أن هناك أن هؤلاء المهزومين الذين للأسف الشديد أقول بعضهم يصنف في زوايا الخيانة بشكل حقيقي، هؤلاء ليسوا بمثقفين، المثقفين اليوم يتكلمون يقولون ما لديهم وليسوا هؤلاء الذي اعتمدت عليهم الإدارة الأمريكية في كل هذه الفبركة التي سميت بقانون قيصر. فقط للمعلومة أنه قبل صدور قانون قيصر بثلاث أو أربع سنوات الإدارة الأمريكية عبر مؤسساتها التي ادعت إنسانية يعني حريصة عليها بالنسبة للشعب السوري مهدت لقانونها هذا في كل الولايات المتحدة الأمريكية على مستوى الجامعات على مستوى المؤسسات الرسمية على مستوى المؤسسات الدينية مدعية أن كل هذه المعلومات أتتهم من المثقفين والنخبويين السوريين وهم معروفون من هم هؤلاء الذين وجدوا أنفسهم في إسرائيل وجدوا في تل أبيب يتحدثون ثقافة في تل أبيب أو ماذا يفعلون هناك وغير تل أبيب أيضا في قطر وغير قطر على سبيل المثال. وبالتالي الاتحاد اليوم في هذه الخطوة الجريئة والمهمة جدا. لماذا كان اتحاد الكتاب العرب أجرأ ربما من جامعة الدول العربية؟ عادة نرى عندما تقصف إسرائيل فلسطين عندما عفوا الفلسطيني يرد على الإسرائيلي وقصفه لغزة كان تجتمع الجامعة العربية لتهدئة النفوس ما بين الفلسطينيين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي. اليوم لم نرى أيضا جامعة الدول العربية، يعني اتحاد الكتاب العرب لديهم نخوة ورجولة وإنسانية أكثر من الجامعة المتحدة؟ إضافة إلى النخوة والرجولة والكرم والشهامة وإلى ما هنالك في سبب يعني جدا
وجيه، دعيني أقول هنا اتحاد الكتاب العرب، من أوصل قيادة الاتحاد إلى حيث هي والمثقفون إلى حيث هم، هم إنتاجهم الثقافي الإنساني وليس البنتاغون الأمريكي أو CIA الأمريكية التي عينت قيادات الشعوب العربية، معظم الشعوب العربية وليس جميعها. هذا هو الفرق، هنا مثقفون أوصلتهم ثقافتهم الإنسانية الحقيقية إلى حيثهم ليصدروا هذا البيان. أما في جامعة الدول العربية فالحديث له منحا آخر. كان ملفت أيضا مثقفين فرنسيين موجودين تماما ضمن هذا البيان، يعني وقعوا على هذا البيان أيضا. يعني هل تعتقد أنه ربما يكون هناك الأصوات مؤثرة داخل فرنسا، داخل بريطانيا، داخل ألمانيا؟ يعني نحن نرى بعض المظاهرات التي تخرج من أجل إيقاف العقوبات في بعض الدول الأوروبية أو المناطق هنا وهناك، غالبيتهم من السوريين، من العرب الموجودين في الدول الأوروبية. ولكن يعني عندما يعلو الصوت، المثقف هو الأقدر والأجدر على إيصال الصوت الحقيقي والمعرفة الحقيقية بماذا يمكن، يعني كيف يمكن أن تتوجه الشعوب الأوروبية بأي إطار حتى يتم رفع هذه العقوبات عن سوريا. ما من شك في ذلك أن الثقافة كعنوان حقيقة لا تعرف يعني نطاق سياسي معين أو برمجيات معينة للإدلاء في الرأي، أنا أقصد عم سوى الرأي. صح. وبالتالي نعم ينتظر حقيقة من المثقفين وكل المثقفين في هذا العالم أن يعني يتعاضدوا مع قضية إنسانية، ليس لأنها سورية في الحالة التي نحن بها فحسب، بل في بعدها الإنساني. فبعض المثقفين الفرنسيين والإيطاليين أيضا والإسبان أيضا سمعنا منهم حقيقة تصريحات جميلة تؤكد أنهم ما زالوا متمسكون بحبل الثقافة بشكل أو بآخر، وعليه يقيسون الأمور والظواهر. ولكن السؤال الأهم، هل حكوماتهم التي تدعي الديمقراطية وتدعي الإنسانية تسمح لهم باستصدار بيان من هذا القبيل؟ لذلك كان اتحاد الكتاب العرب فرع دمشق هو المبادر حقيقة لسحب هذه الورقة بشكل دقيق ومؤقت بشكله الصحيح، وتنفيذيا أذيع ونشر بشكله الصحيح. نعم. أيضا كنت أريد أن أسألك عن كيان العدو الإسرائيلي. يعني هناك من يرى بأن إسرائيل اليوم تبحث بين خراب الزلزال عن مكاسب سياسية، وتبتز المشهد بالتلويح بما تسميها إنسانية، لذلك هي ركضت إلى تركيا بحجة الإسعافات الأولية، ليس لأن الجثث تحت الركام حركت مشاعر نتنياهو، بل هناك أصوات تقول لك بل لأنه يريد ككيان أن يمسك بالمشرط السياسي ويستأصل أي اتفاق أو مبادرة أو تقارب سوري تركي، خصوصا أن المصاب اليوم هو مصاب واحد، يعني ما بين الأراضي التركية والأراضي السورية بغض النظر عن الحكومة التركية. يخاف أن يتم أي نوع من أنواع ربما التقارب، وبالتالي حتى ينعش أيضا المخططات الإسرائيلية القائمة على محاولات الحرب والحصار واستنزاف السوريين بالشكل الذي هو عليه الآن. حقيقة سؤالك لفتة مهمة جدا ويجب توضيحها في هذا الموضوع. الإسرائيلي دائما وأبدا كان يستغل الكوارث كما يستغل الانتصارات بين قوسين التي كان يحققها لصالحه وبمفهومه هو. الآن وقد يعني حدث هذا الزلزال، أيضا هم يستثمرون في الدم بالضبط كتلك الفئات والعصابات التي حاولت وما زالت تحاول الاستثمار بدم السوري. عندما أعلنت إسرائيل حكومة العدو حكومة الكيان عن إرسال فرق إنقاذية للشعب التركي في المناطق التي ضرب بها الزلزال، ثم ما لبثت أن سحبتها تحت عنوان أن هناك تهديدا أمنيا ضد الفرق الإسرائيلية التي وصلت إلى تركيا، هذا ما يؤكد حقيقة أن مجرد استصدار قانون وإرسال هؤلاء كان سوريا ليس إلا، حتى إذا يعني حلفائهم أو أقله شركائهم
في كثير من الأمور، خاصة وأن العلاقات التركية الإسرائيلية في عهد أردوغان حقيقة تطورت إلى أبعاد كثيرة، ولكن الإسرائيلي انسحب حتى من هذه المهمة عندما دعا بأن هناك مخاطر أمنية قد يعني تؤثر على الفرق الإسرائيلية. ثم طوروا هذا الخطاب ليقولوا أن سوريا طلبت عن طريق يعني شخص أو جهة أخرى تقديم أو استلام مساعدات من إسرائيل. كان القرار السوري الرسمي بشكل واضح: نحن لم نتوجه من أحد ولن نقبل أي مساعدة تأتينا من العدو الإسرائيلي، الذي إذا كان فعلا سينقذ يعني عشرات من ضحايانا لكنه يقتل من شعبنا الفلسطيني حتى عشرات. أمس القريب ما تزال الطائرات الإسرائيلية والصواريخ الإسرائيلية تقصف أماكن وتموضع للجنود نعم. السوريين، وبالتالي هو يعني محاولة بائسة يائسة لم يفلحوا بها كعادتهم في هذا الموضوع. وفيما يتعلق في العلاقة السورية التركية، العلاقة السورية التركية علاقة الشعبين، أنا أقصد هنا في إطارهم الإسلامي المسيحي سميه ما شئت، هي علاقات إنسانية. ودليلي على ذلك أيضا أن الدولة السورية عندما قالت يسمح تقديم المساعدات لكل السوريين المتواجدين في المناطق المنكوبة، المقصود هنا أيضا في السوريين أي الذين يحملون الهوية التركية في لوائنا العزيز لواء اسكندرونة، وهم محسوبون على التركي أنهم أتراك. هذا لا يهمنا، ما يهمنا في بعدنا الإنساني أن المساعدات من سوريا وغير سوريا يجب أن تصل حتى إلى هؤلاء. هذا هو الشعور الإنساني، وهذه هي الإيمان بأن هذا شقيقك شئت أم أبيت هو إنسان يقاسمك وتقاسمه نفس الهموم ونفس الحالات. على أي حال لم أنتهي في هذا الإطار، يعني هناك أيضا مركز أو معهد دراسات أمن تابع لكيان الاحتلال الإسرائيلي، سنتحدث أيضا في نقطة طرحها، لكن اسمح لي قبل ذلك أن أقرأ بيان صادر من فرنسا ومن ثم لدينا اتصال. البيان الفرنسي هو صادر بعشرات التواقيع يطالب فرنسا وأوروبا برفع الحصار الاقتصادي عن سوريا. من بين الموقعين على هذا البيان المثقفين الموجودين في فرنسا وزير الخارجية السابق رولان دوما ونظيره السابق هيرفي دوشارت ووزير الداخلية والدفاع السابق بيير جوكس والنائب السابق جيرار بابيت بل ودوني برومان الرئيس السابق لمنظمة أطباء بلا حدود والسفير السابق أيضا ميشيل رامبو والشاعر أدونيس الشاعر السوري والدكتور راسبين رئيس أكاديمية باريس للجيوبوليتيك والنائبة الأوروبية السابقة باتريسيا لالوند وماجد نعمة وكاتب هذه السطور وآخرين. التوقيع متاح في رابط مرفق ببيان آخر على صفحة يعني الأستاذ فيصل جلول وهو معي الآن عبر الهاتف من فرنسا باريس. أستاذ فيصل جلول، حضرتك كاتب وباحث في الشأن السياسي، أهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا. أهلا. وتعزينا الحارة لذوي الضحايا الذين سقطوا في هذا الزلزال. يعني سؤالي الملفت بالأسماء التي ذكرتها وحضرتك كاتبة ضمن البوست وأيضا واضع بعض الروابط من أجل من يريد أن يعني يضم صوته إلى صوتكم، هذه الأسماء الفرنسية التي كانت في السلطة الفرنسية السابقة اليوم تطالب برفع الحصار عن سوريا، ما الذي تغير بالنسبة لهؤلاء؟ في الواقع معظم الذين وقعوا على هذه العريضة كانت لديهم مواقف عادلة ومواقف منصفة من الحرب الدولية التي شنت على سوريا منذ البداية معظمهم، لكن في هذه الأزمة الإنسانية التي اندلعت الآن ساءهم أن يتم التعامل مع سوريا بمكيالين
وسعهم أيضا أن تقف أوروبا وتقف فرنسا في محاولة لتسييس هذه الأزمة الإنسانية، لذلك ارتفع صوتهم وطالبوا بفك الحصار عن سوريا، لأن الحصار يساهم بقتل الذين يمكن أن تتم نجدتهم، الحصار يساهم بإضعاف معنويات ذوي الضحايا، الحصار يساهم بمجزرة إنسانية لا تتناسب أبدا مع الخطاب الفرنسي والخطاب الأوروبي بهذا الجانب. يعني نحن نعرف أن فرنسا تحتفظ بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فعندما يتم كارثة كما الكارثة الآن في سوريا وفي تركيا وفي سوريا بصورة بصورة خاصة، ويتعرض الإنسان لهذا النوع من المعاناة ويستمر الحصار، هذا يتناقض تماما مع الدعوة العالمية لنصرة حقوق الإنسان في كل مكان. هذا ما أساء ما شعر به الذين وقعوا على هذه العريضة، وهم تجاوزوا الآن أكثر من 2000 من 2000 موقع من شخصيات عالية المستوى وتحتفظ بمواقع مهمة في المجتمع المدني والمجتمع السياسي بفرنسا. إذا الأصوات التي تصوت الآن هي حصرا يجب أن تكون مقيمة داخل فرنسا، كل المثقفين وذوي يعني الشأن أو في السلطة أو في غير السلطة عليهم أن يكونوا فقط ضمن فرنسا، أم أي مثقف حول العالم اليوم يستطيع أن يصوت عبر الرابط اللي موجود على صفحة حضرتك أستاذ فيصل؟ والله في البداية كان التصويت داخل فرنسا لتشكيل ضغط من أجل فك الحصار عن سوريا، يعني أن يكون هناك من أجل التأثير ربما على نعم يعني الموقف السياسي الفرنسي بالبداية، وكان الموقع الذي يعني تبنى هذه العريضة هو موقع فرنسي وأوروبي معروف، حط شرط أنه لكي تصبح هذه العريضة معممة بطريقة جيدة لابد من 1500 توقيع محلي، كانت هذه البداية. نعم. وتم الحصول على هذه التوقيع، لكن المشكلة أنه عرضت هذه العريضة على وكالة الصحافة الفرنسية لم تنشرها مثلا، عرضت هذه العريضة على صحف أساسية بفرنسا فلم تنشرها، لم تعبأ بها. يعني هناك حتى بالمجال الإعلامي هناك يعني ما يمكن قوله باستخفاف بهذا الجانب الإنساني، وبالتالي الإصرار على تسييس هذه المأساة التي ضربت سوريا. نعم. هذا الإصرار ناجم عن الإرث الذي يعني نشأ والعداوة التي نشأت منذ تولي الرئيس فرانسوا أولوند لفرنسا ومساهمته في الحرب الدولية التي تمت على سوريا. ما هذا الإرث ما زال مع الأسف الشديد مستمر، لكن هذا يضعف تماما موقف الذين يتحدثون عن حقوق الإنسان سواء في سوريا أو في أماكن أخرى، هذا يضعف موقفهم ويبين أنه حقوق الإنسان جيدة عندما تكون لصالح الحكم وسيئة عندما تكون خارج مصالح الحكم. نعم. يعني إذن اليوم برأيك يعني هناك محاولات ربما للتعتيم على الأصوات الفرنسية التي تطالب الحكومة الفرنسية برفع العقوبات عن سوريا أو عدم حظو على الأقل الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كثير من الدول التي يعني خرقت قانون قيصر، والوضع الإنساني في سوريا هو من أرغمها ربما على ذلك وليست الحكومة السورية. هناك جهات اليوم
تتعامل فقط مع الهلال الأحمر العربي السوري دون الدولة السورية ودون الحكومة السورية. أين هي تلك يعني المنظمات أو الحكومات؟ يعني فرنسا اليوم تستطيع اليوم أن تخرق هذا القانون، خصوصا أنه أمريكا كاذبة تبجحت بأنها في الجانب الإنساني هي رفعت العقوبات عن سوريا. أين هي فرنسا اليوم؟ ماذا تقول الصحف الفرنسية اليوم عن الوضع الإنساني في سوريا؟ أكثر من ذلك، يعني بداية اسمحي لي أن أقول بأنه العريضة الآن باتت مفتوحة، وبالتالي يمكن لأي من يرغب أن يوقعها، وهذا يضيف أهمية على أهميتها. نعم. وإن وصلت إلى 100,000 فهذا رقم هائل بيكون، وبالتالي لن تستطيع صحيفة لا في فرنسا ولا في غير فرنسا أن تتجاهلها، وهي عريضة إنسانية في الواقع ليست بها سياسي، لا تسييس للضحايا. نعم. ولذلك يعني أنا أقول بأنه على الذين يرغبون في توقيع هذه العريضة أن لا يتأخروا في ذلك، وعليهم أن يشيعوا يعني يوسعوا من حولهم إمكانية توقيعها. هذا من جهة. أما بالنسبة لسؤالك، فأنا أقول بأنه الموقف الفرنسي ضعيف الآن بمواجهة ما يدور على الأرض في سوريا وفي تركيا، ضعيف جدا في الواقع. بتركيا تمكنت فرنسا من أن تكون من أوائل الذين يعني بادروا إلى نجدة المتضررين، لكن بسوريا موقف فاقع بسلبيته، وموقف يريد تسييس الأزمة بأي ثمن، وهذا أمر يضعف الموقف الفرنسي ويضعف السياسة الخارجية الفرنسية في المنطقة، لأنه فرنسا تسعى الآن إلى كما رأينا أنه قمة بغداد الأولى وقمة بغداد الثانية ضمت دول العربية وضمت تركيا وإيران، وهي تسعى الآن لمبادرة في لبنان. كيف يمكن لفرنسا أن تتحرك في المنطقة وترسم سياسة خارجية بالمنطقة فعالة وهي تتجاهل طريق دمشق؟ الطريق إلى دمشق هو أساسي في أي سياسة خارجية لهذه الدولة الكبرى أو تلك، هذا معروف يعني. نعم. الموقف الآن من الضحايا في سوريا، ضحايا الزلزال في سوريا، أعتقد بأنه موقف سيء ولا يخدم أبدا المصالح الفرنسية ولا السياسة الخارجية الفرنسية في المنطقة. على أي حال نتمنى فعلا عريضتكم هذه أن تلقى يعني الكثير من المنضمين إليها. شكرا جزيلا لك الأستاذ فيصل جلول، كنت معي من باريس في فرنسا. أعود إليك دكتور سمير، ما رأيك بما سمعتم من الأستاذ فيصل؟ أولا شكر للأستاذ فيصل الذي عودنا على هذه المواقف حقيقة. هنا لابد من الإشارة إلى أنه الرأي العام الأوروبي حصل به تغيير جذري وعميق حقيقة بعد حرب تشرين التحرير مباشرة، وكان ذلك بأن تمكنت الصهيونية إضافة إلى ربيبتها الماسونية من قلب أنظمة ضمن أوروبا التي تدعي الديمقراطية، وغيرت في الحكومات تغييرا جذريا كبيرا بعد مرحلة ديغول، ثم من أتى بعده ثلاث رؤساء حقيقة، حصل أيضا تغيير هام جدا في القيادات التقليدية الفرنسية، وأتى ما سمي بالاشتراكية الجديدة التي عبارة هي عن قمة اليمين في اليمين نفسه، وإن سميت بالاشتراكية وشكلت ما سمي في تلك الفترة المنظومة الجديدة للشعوب الفرنسية وليس للشعب الفرنسي. هذا الكلام أدى إلى حقيقة وصول رؤساء ماسونيين صهاينة بشكل أو بآخر وانضموا إلى الركب. من دفع بهذا الاتجاه هو من يدفع لهذا الاتجاه اليوم في أوروبا، أي الولايات المتحدة الأمريكية. كانت بكورة عملهم حقيقة هي محاكمة
فيلسوف الفرنسي العالمي جيرودي، وعندما سحبوا منه لقب الفيلسوف العصر، وكذلك عوقب ماليا وجسديا لأنه يعني كتب ما من شأنه أن يدعم الشعب الفلسطيني والحقوق العربية. بعد ذلك عندما استهل كولن باول زياراته إلى الشرق الأوسط، وقبله مادلين أولبرايت، أيضا القيادة الفرنسية كانت على تنسيق عالي المستوى مع الأمريكي الجديد المتوحش هذا، وانضمت فرنسا للأسف الشديد، ومن بعدها انزاحت أوروبا في هذا الاتجاه، إيطاليا، ألمانيا، رغم أنه ألمانيا يعني بقيت إلى فترة ليست ببعيدة تحاول أن تمسك العصا من وسطها، ولكن في الآونة الأخيرة يمكن القول، وخاصة بعد كورونا، يمكن القول أن أوروبا بمجموعها سقطت في الاستثمارات المالية الأمريكية ببعدين، بالبعد السياسي الاقتصادي المعيشي والسياسي المصيري. في السياسي المصيري للأسف الشديد لاحظنا كيف حرب أوكرانيا تماما وروسيا. أن القيادات الأوروبية حقيقة لا تناصر أي حق عربي اليوم، وبدون استثناء، إلى درجة أن السويد وسويسرا أيضا انضمتا إلى هذا المسعى. إذن هناك عائلات تقليدية ملكية ما قبل أوروبا الحديثة أعادت وطلت برأسها من جديد على المنهاج المعيشي الحياتي المصيري للشعوب الأوروبية، إلى درجة الآن بات الحديث مثلا أن إيرلندا هي مقاطعة من مقاطعات بريطانيا، ولكنها ليست بريطانية بل هي تابعة إلى مملكة روتشيلد. نعم. وسوى هذا الكلام حقيقة يجب أن نقف عنده كثيرا كي نقرأ بشكل صحيح السياسات الأوروبية إلى أين. أول استثمارات في هذا البعد الذي أتى به من أتى ما بعد ديغول في فرنسا إلى يومنا هذا، لطالما نتحدث عن فرنسا، للأسف الشديد الآن توحد واتحد مع الحملة الأمريكية الأوروبية ضد روسيا الاتحادية. هذا يعني الحرب الآن ليست فقط في السياسة وليست فقط في العسكرة، بل أيضا في التاريخ وفي المصير، إلى أين تسير هذه الأمور. رئيس وزراء فرنسا رونالد دومان الذي صرح تصريحا هاما جدا في تلك الفترة حاول أن يتنصل من تبعيات قرارات كانت قد اتخذتها الحكومة في تلك الفترة، وهو رئيس للحكومة، تقدم باستقالته أو قيل أنه أقيل لأنه تساءل سؤال واحد حقيقة: هل نفقد الدول العربية بكل ما تملكه من مقدرات ونسير كالأعمى وراء إسرائيل؟ طبعا هو لا يقول أو لم يقل أننا نعادي إسرائيل، لكن يقول بشكل واضح أن هذا المد الصهيوني الماسوني الآن في الدول والشعوب الأوروبية مصيره حقيقة كارثة على أوروبا. الآن وصلنا إلى ما قاله رونالد دومان في تلك الفترة، والآن أوروبا تفقد الإرادة، تفقد السيطرة، وباتت تابعا واضحا للولايات المتحدة الأمريكية. حتى وسائل الإعلام الفرنسية كما قال الأستاذ فيصل بأنه يعني تحاول التعتيم على هذه على القضية السورية والحالة الإنسانية المستعصية يعني الكارثية إن صح التعبير في سوريا، كي لا يتم التناقض في الخطاب السياسي الفرنسي. يعني فرنسا من يشاهد الحدث اليوم في سوريا نتيجة هذا الزلزال يرى أن هناك تناقض في الخطاب الفرنسي المدعي للإنسانية. حقيقة بحكم يعني التخصص في البحث الإعلامي أنا أتابع المحطات الأوروبية بشكل عام والأمريكية كذلك، حقيقة ما تفضلت به دقيق جدا، إلى درجة أن بعض المحطات لم تذكر أن زلزالا ضرب الساحل السوري حتى اللحظة، لم تذكر. وإن اضطرت إلى يعني أحيانا، أنت تعرفين أن الأخبار لديهم لايف غالبا ما تقول، والمراسلين منتشرون، فأحد المراسلين مثلا يتكلم من تركيا يشير بشكل أو بآخر أن حتى في سوريا هناك زلزال، حتى هذه الكلمة تقتطع من التقرير في النشرة اللاحقة. تصوري كلام خطير جدا، هذا يعني أن هناك
تجاهل، لا يعني ليس مقصود فحسب بل أكثر من مقصود، بل مساهمة في يعني آلام والشعب السوري ورقصا على دمائه مرة أخرى، ولم يكفيهم حتى الآن 12 سنة متواصلة من الذبح السوري من خلال الدعم الذي قدموه وما زالوا للإرهابيين ومن لف لفيفهم. برأيك لو كان يعني وزير الخارجية السابق رولان دوما وحتى نظيره السابق هيرفي دوشاريت ووزير الداخلية والدفاع السابق بيير جوكس والنائب السابق جيرار بابيت ودوني برومان وهذه الأسماء الموقعة على هذه العريضة لو كانت موجودة اليوم في الحكومة، هل كان سيكون صوتها مشابه لصوتها الآن؟ أنا أعتقد بكل تأكيد لا، ولا أبدا، لأنهم في فرنسا حقيقة كما هو في بعض أو معظم الدول الأوروبية دائما هناك مجال متروك للعقل، أقصد في ذلك القضايا الإنسانية أيضا، ولكن أن يحصل هذا التعتيم بهذا الشكل بعد أن استولت الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد الأوروبي ككل، وبات الأوروبي اليوم تابع بشكل أوتوماتيكي إلى ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية، إلى الدرجة أنهم يخشون على سبيل المثال أن يتحدثوا عن قضية إنسانية كالقضية السورية اليوم. لو كان هؤلاء ما زالوا في السلطة في دفة السلطة في فرنسا ربما تغيرت أشياء وأشياء، ولكن تعلمين كما يعلم الإخوة المشاهدون أيضا أن التحول الأوروبي من الليبرالية التقليدية إلى النيو ليبرالية التي تحدث عنها ماليا وهي خطيرة جدا، خطيرة جدا. كان ذلك عبارة عن إذانا ببدء تحول عميق في السياسة الأوروبية بشكل عام، حاولوا أن يفرضوها أيضا على شعوب أوروبية كانت في إطار الاتحاد السوفيتي سابقا، الآن حقيقة سببوا لتلك الشعوب مصائب كثيرة، منها وأهمها أن موضوع أن يساعدون هذه الدول يعتمد على نهج نيو ليبرالي أوروبي جديد، وهنا دخلت شعوب تلك الدول في ضائقة جديدة من الناحية الاقتصادية ومن الناحية أيضا الأخلاقية فيما عرف عنها كحضارة مكتسبة عبر التاريخ. نعم، وهذا أمر خطير للحقيقة. خطير جدا، وكل ذلك يعني سببه كما ذكرت يعني هو الصهيونية العالمية. بكل تأكيد. دائما يعني الصهيونية العالمية هي حاضرة في كل مفصل تراه عكس يعني إرادة الشعوب. بكل تأكيد. بشكل عام. كنا نتحدث أيضا قبل قليل فيما يتعلق بإسرائيل، وهناك ما يسمى مع دراسات الأمن التابع لجامعة تل أبيب يجد أن على حكومته استغلال الزلزال واستثماره لصالحها والتقرب من تركيا فوق جثث الضحايا، فيقول ترحيل الحطام والإغاثة من الكيان سيقابله استغلال العلاقة مع أنقرة ووضع الركام على طريق أي مبادرة أو خطوة تجاه السوريين، فإسرائيل تدرس أبعاد الزلزال لإزاحة تركيا عن طريق أي تقرب أو حلول تضمن تغيير الأوضاع في سوريا خاصة في الشمال. أولا للمعلومة، هذا المركز مركز الأمن القومي الإسرائيلي في تل أبيب صحيح هو منعقد على مدار الساعة، وفي ظل الأزمة أي الزلزال الحديث انعقاده ليلا نهارا، وهو يصدر تقارير متلاحقة منها ما هو عبارة عن توصيات للحكومة الإسرائيلية ومنها ما هو تضليل ينشر من خلال وسائل الإعلام العالمية. كل هؤلاء الذين لا يعني يتكلمون كلمة عن المأساة السورية يأخذون معلوماتهم من هذا المركز الخطير وخطير جدا، وبالتالي عندما يدعو حكومته هذا المركز إلى توطيد العلاقة حتى على مستوى الركام وإلى آخره مع الأتراك هو يتحدث في السياسة ولا يتحدث في الإنسانية، بل يتحدث في السياسة أننا علينا أن نستغل هذه المأساة ونقدم المساعدات
التي تتناسب طردا مع ما ممكن أن نحصل عليه من خلال هذه العلاقة. بدأ ذلك في توجيه الدعوة لإحدى الجهات لكي تقول أن سوريا طلبت المساعدة، وهذا ما أتينا عليه في بداية اللقاء. نعم. هذا يعني أن العدو يتابع بشكل لحظي كل هذه التطورات ويحاول استغلال هذه التطورات. كان الرد السوري واضحا قاطعا أن لا مجال لأن يستزيد به، ولكن الاهتمام الصهيوني اليوم كما جاء في تقرير هذا المركز منصب على العلاقة مع التركي. معروف تماما أن العلاقات البينية ما بين تركيا أردوغان وحكومة العدو وصلت إلى أوجها حقيقة في هذه الأثناء، لم تبدأ فقط بتعمير الطائرات الحربية التركية في تل أبيب، ولم تبدأ أيضا بإنشاء السلود، محطات السلود التي أنشأت على طول الأنهر التي تصب في الأرض السورية العراقية المشتركة. صحيح. كان للإسرائيلي حضور مباشر فيها. ثم أن السهول أناضول التي هي سهول سورية، سهول أناضول، أناضول بمعظمها أرض سورية. إذن استثمار إسرائيل لشركاتها الكبرى بدءا من تنوفا وليس انتهاءا بهيركون المعروفين، هذول شركات كبيرة تستثمر اليوم في سهول أناضول التي اضطر التركي المشرع التركي أن يسمح بشراء أراض في هذه المنطقة وهي تحت سلطتي ويدعي أنها ملكه. أكثر المساهمين في شراء هذه الأراضي حتى الآن هم الإسرائيليون أنفسهم، وبالتالي الآن إسرائيل موجودة في سهول أناضول من خلال استثماراتها الكبيرة ومن خلال التملك المباشر لهذه الأراضي. وبالتالي تشديد العقدة كما يقال في العامية على العلاقة البينية ما بين التركي والإسرائيلي هو ذو بعد استراتيجي، ربما رغم كل العلاقات اليوم بين الإسرائيلي والتركي ربما الهدف هو ما أبعد من ذلك حقيقة، وقد يصل إلى منطقة كردستان ومشروع الدولة الكردية وإلى. إذن لا تعتقد أن هناك أمل أبدا يعني في القادم من الأيام أن تحل معضلة الشمال السوري رغم الآلام والجراح ولن يكون هناك ربما وما زالت إسرائيل يعني التي تستعمل جرافاتها بجرف ربما بيوت الفلسطينيين الذين تهجرهم من منازلهم، هي نفس الجرافات التي يعني تحاول أن تقول لتركيا بأنها تساعدها فيها علها أن تجد شيطانها ربما بين شقوق الزلازل في تركيا. أصلا المشروع القسدي اليوم في شرقي الفرات بوجود وسيطرة أمريكية مباشرة هو جزء لا يتجزأ من المشروع الإسرائيلي مع التركي ومع للأسف أقولها مع الكردي أيضا في هذه المنطقة. وبالتالي تريد إسرائيل أن يعني تصنع كماشة، دعيني أقول هنا، على كل الشمال تشبك السوري. مع الجميع تماما، وبالتالي الحقيقة الوضع في تلك المنطقة يجب النظر له استراتيجيا أكثر من تكتيكيا. قد تتمكن الدولة السورية من إعادة كل شبر من الأرض السورية سواء المسيطر عليه من قبل العصابات الإرهابية أو من قبل القسديين وباقي الفئات الأخرى، وقد تتمكن من تحرير أيضا التموضعات الأمريكية في شرقي الفرات، ولكن يجب أن تبقى العين حقيقة على هذا المشروع الصهيوني الإسرائيلي مع للأسف الشديد أقولها مع استثمارات عربية في سهل الأناضول وصولا إلى منطقة كردستان، وهذا أمر خطير على أي حال. أشكرك بختام لقائنا مع حضرتك الدكتور سمير أبو صالح، وحضرتك إعلامي وباحث في الشأن السياسي ومتخصص أيضا في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لحضورك. شكرا لكم. مشاهدينا لا شك سنبقى مستمرين معكم عبر شبكة المراسلين في المناطق التي ضربها الزلزال في المناطق المتضررة. مشكورين كل المراسلين والمصورين المتواجدين هناك التابعين لقناة سما ولكل وسيلة إعلامية سورية، على أي حال الكل يعمل على قدم وساق. وفي ختام هذه الفترة من التغطية سيكون بعد قليل نشرة الأخبار، ولكن ننتقل إلى لقاء مع منكوبين في حلب، يعني أصبح الشارع مأواهم بسبب هذا الزلزال. شكرا لكرم المتابعة، بأمان الله.
طلعنا زلزال بنهز، بعدين طلعنا نحن البناية كلها نزلت ونهار. يعني بيت ياوينا أو شيء يعني سكن إنا، لأن والمرة العزادي كأمي عادزة كان هذيكية قاعدين بالليل ومنضل الصبح وما في غير مش على النار منبركه. طيبيتي خرب بالزلزال وأنا بشتغل على بسطة خضرة هون، بضل هون قاعد ضمن النهار عم بشتغل بالخضرة وبالليل بنام جنب البسطة، وزوجتي هي بيت عمي لأني فيه نسوان. البصل 12,000، السكر 10، الرز 8، مو حرام عليهم، ما بخافوا الله هدول، والله العظيم حرام عليهم والله. كانت الأسعار كويسة يعني الكيلو تفاح كان ب 1500، بعد الزلزال صار 4,000. طب ليش؟ كيلو البرتقال كان 1000، الرز السكر كله غلي بعد الزلزال. طب ليش؟ اجتنا مساعدات من كل الدول العالم. طب ليش يا عشلي؟ لازم كل شيء يرخص. لازم كيف مثلا بالزلزال ضرب بيتنا، انضرب. وين بيتك؟ بيتي بالصاخور. ايه وبيركين هلا بالدكان بالشارع. وين هون بالصاخور؟ بالصاخور. عندك اولادك ايش هدول؟ ثلاثه، اثنين صبيين وبنت، الكبير عفته بالبيت. هدول يعني ذو احتياجات خاصه. بس بنتمنى انه عم تقولوا له خلوا اخلوا بيوتكم، انه بس امنوا لهم مكان يقعدوا فيه، وين يقعدوا بالشارع؟ طيب يعني نازلين بالغرض يعني هون، بس امنوا لهم مكان يقعدوا فيه، بس هيك ما بدنا شيء اكثر. طيب ما عندها زلمه وين تروح يا اولاده؟ والله العظيم تبهدلنا، انا عندي معاقين ثلاثه. ما عندي حدا يقدم لي، ما عندي حدا يقدم لي، جينا لهون العالم كلها قامت علينا. وين نروح؟ طيب المدارس ما تهوينا. وين نروح؟ وين نروح؟ طيب انت ما ليش ذنبه؟ وين نروح نحن؟ بدنا مقوى، بدنا بيوت مسبقة الصنع بعد اذنك. اليوم المعونة يومي يومين تعب بطعميني، بس اكل يوم ما بيكفي دوم، صح ولا لا؟ ونحن لسه فصل الشتاء لسه باوله، ولسه عندنا اطفال وعندنا نساء وعندنا امراض والامراض عم بتزيد. اي 6 ايام بنام بالجامع والصبح باجي ببركهم. طلعتونا من بيوتنا، طيب انا واربع خمس اولاد، ومنين وين نبرك؟ ليش طلعوا من بيوتكم؟ البيت بده يوعى، وبيت مو يعني مو ملكنا، بس يعني ساكنين بالبنايه. طلعنا صرنا 10 ايام من هون، بعد الزلزال ثاني نهار جينا، بيت شاشه كلياته ونزلنا، وصار ينزلوا هون بنايات، يعني هون البنايه هي نزلت لحالها، وصار البيوت كثير تنزل. يعني اعطونا خيام، اعطونا التدفئه لكذا عائله، والباقي كلياته متشردوا. نطالب يعني وين نبرك؟ وين نسكن؟ بيوت منازل؟ طيب طلعنا من بيوتنا وين نبرك؟ نضل بالخيام بيركين يعني؟ رحنا على المدارس، بدهم حصريا ورقه عقار لحتى يدخلوكي المدرسه. ليش ورقه؟ ليش ورقه عقار؟ ما يتنشح عندك اولاد صغار، عندك اولاد صغار بنشحوا الجامع. نحن طلعنا كنا نشح، طلعنا من التراب. تعي افرجيكي اغراضي، انا هون جبت شادر من اهل الخير، حتى خيمه ما حدا اجى عطاني. رحنا على المدارس قالوا ما في محلات، قال قلت لهم طب اعطونا اي خاصه، فتحت دكان تحت بنايه اهلي وبركت فيها انا وعشر اولاد، عندي اولاد رضع. لا ابقى خلونا نروح على المدارس ولا شيء، طول ولا اكل ولا شرب. عندي 2 عجاز، هي اول وحده وواحد بالدكان. طيب العالم وين تترو؟ شاطرين جيتوا خربت، ما في اختلفنا، نزلت ومشيت. طيب العالم وين تترو؟ طابة ما طابة، مين اجيب طابة انا؟ دبرونا اي شيء، اي سكن. كهرباء ما في، كهرباء ما في، يعني طلعي العالم شلون باركه فوق بعضها بهالبرد، اولاد صغار.